مساء الورد، مساء الخيرات، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. ينطلق موعد البرنامج اليومي ببيروت، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه ومستقبليننا في بيوتكم مثل ما احنا بنستقبلكم يوميا، ساعتين ونص ان شاء الله نقضيها بكل خير صحه وتفاؤل. اهلا وسهلا بساشو شتي، كيفك بلال؟ مش الحلقه الاخبار ما بتخلص. ايه ابدا ابدا. بلال اكيد اليوم فقراتنا متنوعه وبضيافتنا المصمم الازياء وليد عطله لنحكي عن الكولكشن الجديده الخاصه فيه، وايضا الفنان الشامي المايك ميسي كمان بضيافي ببيروت اليوم لنحكي عن الحفل الضخم اللي جمع نجوم كتار وهو وان لبنان. اكيد بالاضافه الى فقرات ومنوعات وضيوف قارين. قبل ما نبتدي خلينا نعمل بيج هاي وهلو وتحيه كثير كثير كبيره لصديق البرنامج الحبيب فريد الطائي من العراق. فريد للاسف الشديد تعرض لحادث سير منذ ايام قليله والان هو بالمستشفى، فاكيد نتمنى لهذا الصديق الحبيب لفريق البرنامج ولاسره ببيروت نتمنى له الشفاء والعوده السريعه، لانه اشتقنا لصوته، اشتقنا للتويتس تبعه له، لمسجاته لالي وللصبايا. فاكيد فريدو احنا وي ميس يو، فبدنا همتك وترجع لنا سالما غانما ان شاء الله بصحه وعافيه. خلونا نشوف مع بعض شو في عنا اليوم ببيروت. تفضلوا ببيروت اليوم. تحفيز الأطفال مع نادية بدران، تنسيق الحدائق والشرفات مع إليزا مرود، أما لتنسيق الأزهار فمع لمسة جورج شحادي، أشهر الأطباق مع دلال كانج، أسرار مكافحة الشيخوخة مع كارول زمرود، كل هذا وأكثر فابقوا معنا. هاي هي لكن فقرتنا لليوم، إن شاء الله تبقوا معنا. نبتدي الحلقة بعالم الأزياء والتميز، ومنذ سنوات واسمه موجود بساحة تصميم الأزياء بجدارة من الخليج إلى الوطن العربي وإلى دار كل سيدة أنيقة ومميزة. خلونا نرحب مع بعض بالمصمم المميز وليد عطلة. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. كيفك وليد؟ شو الاخبار؟ بونجور بلال. مرحبا. كله ماشي؟ تمام الحمد لله. طيب اول شيء ببيروت دائما احنا نكون سعداء بوجودك معنا، لكن خبرنا، يبدو انك كنت برحله عمل في الخارج. كنت بنيويورك، كان عندي عرض ازياء، عملت اخر مجموعه عرضتها علشان قدام الماير تبع نيويورك، وجيت من نيويورك دغري على دبي، قعدت يومين وهلا اجيت على دبي. حلو ما شاء الله، مبروك. رجع رايح كمان بعد بيروت. وليد كيف بتعيش الموضه، وهل التنقل الدائم من بلد لبلد قد ايه بيغنيك بمسيرتك بعالم تصميم الازياء؟ طبعا كل ما تتنقل من بلد لبلد بتصير تشوفي اكثر مجتمعات، اكثر ناس، بتصير تقدري تتفهمي كل سيده شو طلبها، كل مجتمع شو طلبه، كل وقت شو طلبوا اكثر، وبكون عندك اطلاع اكثر كمان على الموضه، لان انا حتى رحلاتي كلها ازياء بازياء. حلو. طب هل التشكيله اللي قدمتها قدام الماير اوف نيويورك كانت تشكيله جديده خاصه ولا اشياء من اعمالك اللي من قبل؟ لا، اشياء من اعمالي اللي من قبل، وهلا اللي بدنا نشوفه اليوم هو اللي بدها تنعرض لل 2014، يعني انا اول مره عبرض على الهواء مبسوطين، اول مره بعرضهم للكولكشن الجديده. كولكشن الجديد. حلو، قبل ما نروح نشوف الكولكشن والازياء على الهواء مباشره، خلونا نشوف مع بعض بعض تصاميم ضيفنا. نشوف حد، تفضلوا. هذه وين كانت؟ كانت بباريس من حوالي اكثر من سنتين. اوكي، بس هذا من الارشيف بعتقد. من الارشيف. عاده كل كولكشن بتشتغل، كيف بتشتغل عليها وليد؟ هذا جديد.
كمان كمان هذا من الارشيف كمان عمره شيء سنه اها ايه. كل كولكشن كيف تشتغل عليها اكثر؟ القماش، الالوان، القصات، كيف هيك بتضلك دائما؟ كل كولكشن بعملها بمود جديد، يعني بنظام جديد. الكولكشن اللي شفتوها كان مودة الفلوري المعرة، وكنت مركز على الالوان المخلطه ببعضها. اوكي. ايه، وهيدي اللي عم بتشوفوها هلا هون كان اهدى شوي لان هيدي احدث. كان اذا بتشوفي كيف الوان ساده. والشك حاضر دائما بالتصاميم. بالتصاميم، بس المجموعه اللي بدكم تشوفوها هلا اللي بدها تنعرض ما في ابدا ولا حبه شك. ابدا. اه ليه؟ نهائيا. غيرت حبيت ل 2014 انه يكون ستايل غير، يكون ما في شك ابدا، لان حبيت نزل شيء جديد. مركز على القصه، على القماش اكثر. اها حلو. أوكي. طيب شو بنبلش نشوف مع بعض؟ اذا العارضات جاهزات، خلونا نبلش نشوف اول فستان، التشكيله الجديده والخط الجديد، اللاين الجديد اللي اعتمده مسلمنا وليد عطله. يمكن في فتره من الفترات كانوا بيقولوا انه وليد بتوجه فقط للسيده الخليجيه، يمكن الان يمكن لان وجودي على طول بالخليج وزبايني 60% او 70% من الخليج. حتى المرأة الخليجية هلا بطلت عم تحب غير الموضة الجديدة اللي هي صار عليها سمبل، ما فيها كثير شك، على دراية أكثر. مثل هودي الفساتين اللي بنشوفهم ما فيهم أبدا ولا حبة شك، مجرد دانتيل، حتى الدانتيل معمول بطريقة مختلفة وقماش سادة. بس خليت القماش هو يكون فيه حركة أكثر بالفستان. طبعا حتى يكون لأن هودي كوتير منه عادي يعني. ولون ابيض كمان. حبيت السنه يكون نزل الالوان الابيض، الذهبي، الاسود، الفوشيا واللايت جرين، يعني فيري لايت جرين. وليد انت مع مزج الاقمشه مع بعضها؟ مش شرط تكون قماشه وحده لفستان او لتصميم واحد. ممكن اذا كان براي، ممكن اذا كان براي، بس اذا وقت بتدخلي اكثر بتدخلي اكثر من قماشه ببعضها بصير بده يكون واحد حذر وقت بده يعمل الموديلات. كم قطعة عملنا بالكوليكسيون الجديدة؟ بده يكونوا حوالي 40 قطعة فستان عرس. اوكي. بس هلا رح نعرض قسم منه. اوكي. كمان بعدنا باللون الأبيض؟ إي. القصات غريبة على الفستان صح. وليد. صح. كمان خارج يكون فستان سهرة وعرس بنفس فستان الوقت. فستان سهرة وعرس. بس لان ما حطيت ابدا شك، حبيت القصه تكون غريبه وركزت انه ابدا ما نقدر يقلدونا، لان كثير فساتين اوقات بس انزل على الاسواق بلاقيها انه وليد عطله، وليد عطله مقلده، فغيرت يعني. هلا بدهم يتفاجئوا. وين عم تشتغل وليد اكثر شيء؟ كل شيء يعني تصميم وتنفيذ. تقريبا وجودي 70% بدبي، وطبعا انا فاتح بكندا وعندي كمان اتليه بقطر وعندي بالسعوديه وعندي بعمان. اوكي. فبس وجودي الاكبر بدبي. بدبي. المرأة هون، المرأة العربية وليد، شو بتطلب أكثر من الديزاينرز؟ يعني ديزاينر يكون موديل جديد، غير عامل الثقة دائما بينبنى بين موديل جديد، السيدة والديزاينر، موديل جديد مش موجود منه من قبل، يكون مضبوط سيمياه، تكون الفكرة جديدة، يكون يلبق لها على الجسم، وبهمها إنه إذا رجعت طلعت بالنت أو شافت بالأسواق ما يكون في منه، ما يكون مكرر أبدا، هذا كثير عندها مهم. حلو كثير. طيب غيرت خطوطك، غيرت كمان فريق العمل، ولا هو نفس الفريق اللي دائما معك من سنين؟ فريق العمل اللي كنا نعمله اصعب هلا صار اسهل. يعني وقت اللي بترجع بتحط شك على الفستان بصير ثلاث مراحل، صار عندك مرحله الشك، مرحله الزياده، فهيك صار عليهم اسهل الشغل. مراحل بمر فيها الفستان او التصميم حتى خلص يصير جاهز وردي انه الست تلبسه، قد ايه بتعدل فيه وبتغير؟ وقت بنكون عم نعمل كولكشن المود بيلعب دور هون. طبعا عم نعمل كولكشن بعد ما بعد ما خلص الرسومات كلها بنجرب قطعه، اذا شفتها حلوه بنرجع بنكمل على ستايل نفسه. اذا لا ممكن تعدل بالاقمشه، بالقصه، صحيح، غير ما يكون موجود على الورق او غير كل الستايل. كمان اوقات في اوقات بغير ستايل كله كومبليتلي. حلو. بس كمان صعب كثير، بدي اقول لك اول قطعه لتطلع بتاخذ كثير وقت وصعب كثير، يعني ليه؟ لان بكون انا اوقات بقعد وبشرب فنجان قهوه وانا عم بطلع على الفستان على المانوكان وبقول لهم اتركوه لتاني يوم اذا عجبني او لا، يعني اول فستان بياخذ غير انه خلص حوالي اربع خمس ايام لاقبله او لا. صحيح. يعني بحب ريح عيني منه لان على كثره ما بشوفه بطل اعرف اذا حلو او لا، بقول لهم اتركوه يومين ثلاثه بريح عيوني
بروح بشتغل غير شيء كذا هيك، برجع بقول لهم فرجوني عليه وعلى اساسه بتكر كل هالقطع الباقيه. حلو، عارضات جاهزين، خلونا نشوف بالفاشن شو. هلا صرنا بالقصير هون وليد وباللون الجولد، كيف انشغل هالجاس؟ هذا كمان في كات ليزر جلد مع نوعين من الدانتيل. نوعين من الدانتيل. هذا اللي عم بتشوفيه طالع لبرا مثل بارز هيك لبرا، هذا جلد مقصوص ومعالج لحتى يضله واقف ما يخرب. هذا كله كيف بينشغل؟ هذا كله على الايد. على الايد كله. قد بياخذ وقت تنفيذ هالفستان؟ طبعا بدك ترسمي الباترون ترجع تبعتيها كات ليزر وترجع تركبيها على الفستان لان له مكانات خصوصي. والست بتدقق بهالتفاصيل وليد، تسالك يعني كيف انشغل الفستان؟ بتقدروا يفهموا يعني؟ طبعا طبعا طبعا. حلو. نفسه على طويل. هلا بس تقرب الكاميرا عليه فيك تشوفي انه اكثر من نوع دونتيل. يعني هو الفستان كله دونتيل، رجع دونتيل ثاني فوق منه ورجع الكات الليزر. بتخيل فستان العرس كمان دونتيل، مع انه مكتر من الدونتيل بالكولكشن. بس اذا بتمسكي الدونتيل كمان معالج مش دونتيل عادي. اها اوكي. الاقمشة شكلها من هون وليد او بخلال سفراتك؟ خلال سفراتي. بتشوف اقمشه جديده؟ بشوف اقمشه جديده، بس انا عاده اذا حتى لو اشتريت القماشه مش هي ذاتها بخيطها، برجع بدخل فيها اكثر من قماشه وبعالجها بطريقتي وبتعطيها حياه اكثر. حلو هالفستان. هيدا عملت منه بس جولد؟ هلا في عندنا بعد الوان، واحد بلاك وواحد وايت اند بلاك، واحد بلاك وواحد وايت اند بلاك بعد. حلو كثير حلو. وليد اليوم العروس بس بدها تقصدك بدها تصمم اي فستان عرس، شو بتاخذ بعين الاعتبار؟ واذا حتى في شيء ببالها بتعرف العروس تكون كثير بارمه محلات وحتى موديل ببالها. كثير مهم اني قبل ما بلش صمم لها نقعد انا وياها واتحدث، يعني بحب اعرف هي شو فكرتها انه كيف بتحب تكون، عرفتي كيف؟ بعدين من خلالي بس قعدت بقعد انا وياها بشوف جسمها شو بيتحمل وكيف فيني اطلع لها اياه احلى، شوف وجهها شو ستايل اللي بيلبق لها لحتى عم نعمل لها شعرها وعلى اساسه تركب الطرحه. حلو. وبدي اشوف شو بشرتها انه شو بيلبق لها، الابيض ولا الاوف وايت، اي درجه. وبرجع طبعا طريقتها بالحياه، يعني انوثتها او عملها او جديتها بالحياه، هيدي بتخليني اعرف امسك اول خيط لصمم لها الموديل. لان في منهم مثلا بيتخيلوا حالهم سندريلا، في منهم بيتخيلوا حالهم ملكه، في منها بتتخيل حالها بدايه انه جسمها يبين يكون الفستان فيشكات. فمن هون نحن بناخذ هيدي الامور بعين الاعتبار. يعني ما في توجه معين لقصات لفستان العرس مثل كوبسيران؟ نحن بنكون منزلين، نحن بنكون منزلين موضه فستان العرس شو هي، بس في اوقات العروس على نفس الموضه بتحب انه تضيف بعض تعطيها روحها هي. اي والمصمم هو لازم يعرف هيدي الروح ويحط لها اياها بالفستان لحتى يصير الفستان لابق معها وهي تحبه، لان اذا هالفستان ما حبته ما بيطلع حلو عليها. مزبوط. حلو، العريضات جاهزه، خلونا نشوف اللوك الخامس، تفضلوا. الورا سامبل بلاك، كثير سمبل هالفستان. هاي المجموعة كثير مركز عليها، بسطها كثير. بس ها شو القماش اللي استخدمتها؟ كأنه اثنين دونتيل، اثنين دونتيل ببعضهم. اوكي. ولأنه كثير سمبل هيك ضفت هاللمعية بال على الفستان لتعطي كمان لحتى أعطيه ارجع لحتى أعطيه ارجع سواري. ممكن يتنفذ على طويل كمان هالفستان وليد؟ ممكن. حلو. هلا في كثير مناسبات ما بدها فساتين طويله،
صح. على كل حال اللون الاسود يعني بيبقى سيد الالوان، دائما الست بترتاح بس تلبسه طبعا، وخاصة على فستان قصير ممكن تلبسه على سواري، ممكن تلبسه على عشاء، ممكن فيها تستعمله اكثر لعدة مناسبات. مزبوط. اوكي هيدا شو سيلفر؟ هيدا لا جولد، جولد مع وايت. كمان ما في ابدا شك او كريستالز او شيء، معتمد على الكات بس. هلا عادة لتبقى القماش هيك واقفة وليد بتاخذ كثير منكم تعب ووقت حتى هيك تبقى محافظة على هذا الشكل. طبعا هذا كان ضب الشنطة واجا من الشنطة دغري على الموديل، يعني بعده محافظ على كل ما نكون حذرين انه حتى يضلوا محافظ على الشكل نفسه. لاحظت هذا الشيب على الكتف تكرر بأكثر من فستان. صحيح صحيح. ليه؟ هو لأن نفس الروح، نفس الموضة، نفس الكولكشن. يعني مش بس الشغل على الخصر أو الفستان تحت، ما حتى على الكتف كمان. نحن لازم وقت نطلع كولكشن وحدة تقريبا بتكون نفس الروح لحتى تعرف شو المصمم شو قاصد. صح. حلو، لكن إذا هيدا كان هاي رسالة منك للمصممين الجداد، عم بيفرجونا إنه بيكون التصميم أوقات من كل وادي عصا تلاقي ما نزل على نفس الروح. صح. بعض مصممين الجداد البعض منهم مظبوط، فمفروض المصمم وقت اللي بينزل كولكشن تكون على نفس الروح ماشي. حلو كثير. هذا كان اخر فستان عنا؟ اخر فستان؟ يس. حلو. اخر فستان. شو في عنا مشاريع للسنه الجديده وليد؟ طبعا هلا في عندي مشروع كثير كبير، بدي انزل براند جديد بيتي برانس باي وليد عطله، بتكون انطلاقته قريبه كثير. بنبلش الانطلاقه بالدول العربيه والشرق الاوسط وبافريقيا. شو هو هذا البراند؟ بيتي برانس، بيتي برانس باي وليد عطله. بده يكون بريت ابورتي، مانو سواري ابدا، بريت ابورتي، بده يكون رجالي ونسواني وولادي مع بعضهم، قريبا جدا حوالي 5-6 شهور ان شاء الله. اها. وحصرتها ببرنس مش برنسس، يعني تخيلنا بس برينس. توجه للرجل لا، بتضم كمان للكل. عدة تصاميم للمرأة. صحيح. وغيرها. هلو وليد، ميرسي بوكو لك، شكرا لوجودك معنا. ميرسي لك، ميرسي، بالتوفيق. راح نروح على فاصل، من بعده راجعين لنكفي ببيروت، من بعده راح تكون معنا نادية بدران اللي راح تحكي لنا اليوم عن التشجيع والمكافأة والإطراء أو المدح في تربية الأطفال. ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا. Paris Fashion Week. كل هذا لسواد عيون الأوت كوتور. معكم ببيروت، اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا الان، وتحيه اكيد من قلبنا وكل اسره برنامج ببيروت لصديق البرنامج فريد الطائي اللي للاسف الشديد متواجد الان بالمستشفى. نقول لفريد انت قدها وقدوده اكبر من هذا، فراح ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله، وترجع توقف ونرجع نشوفوا ضلتك ونسمعوك ونشوفوا التويتس تبعك. فاكيد بدعوا كل اصدقائنا على تويتر وفيسبوك بيعملوا هاشتاج فريد الطائي ويحيوا هيدا الصديق العزيز اللي للاسف الشديد تعرض لحادث سير ومتواجد الان في المستشفى. اكيد نتمنى له
السلامة والعودة، العودة القريبة لينا إن شاء الله يا ربي، وتحية أكيد لأسرته بالعراق ولكل أهلنا وأصدقائنا بالعراق. رح نبتدي الحديث الآن على موضوع اجتماعي، رح نحكي عن أشياء تخص أكيد بالدرجة الأولى التربية والأطفال، وموضوع لكل الأسرة التشجيع والمكافأة والإطراء أو المدح في تربية الأطفال، قديش مفيد قديش لا، قديش لازم نكون متوازين فيه. أسئلة كثيرة راح نطرحها وجاوب عليها دائما مثل العادة. نادية بدران أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شو الأخبار؟ الحمد لله كل كله تمام الحمد لله. خلينا نبتدي نادية، هل يمكن التربية تقوم فقط على المكافأة؟ أكيد أكيد بالتربية يعني في عنا أكثر من وسيلة يمكن فينا نستعملها مع أطفالنا. المكافأة أو الإطراء والتشجيع هن جزء كتير أساسي، واليوم أكيد بالتربية الحديثة كتير منتوجه لهالنوع من الأدوات عند التعامل مع الأطفال، لأنه برهنت أنه العقاب أو المعاقبة ما كتير مجدية، وما بيفهم الولد ليش هو يعني شو بيتعلم من خلال العقاب، إنما من خلال التشجيع والمكافأة في كتير قيم ومبادئ معينه بيقدر يتعلمها يعني من خلال هالتوجه الجديد اذا بدنا نقول بالتربيه. حلو، طيب قديش اهميه التشجيع والمكافاه ومدح الاطفال في التربيه عوض العقاب؟ اكيد اكيد مهم، لانه بشجع بقوي الثقه بالنفس، وبيعلم الولد اكثر شيء على المثابره وعلى المعاوده عن جديد العمل، خاصه اذا قام بعمل تنقول نجح فيه نسبيا بسيط واخذ هالمكافاه والتشجيع، بيتشجع انه يرجع يعيد عن نفس العمل ويحط يمكن وقت او مجهود اكثر. بيعلمه على السلوك التنافسي، لانه كمان الولد بمطرح بينتظر الفيدباك او الاثر من الاهل او من الاشخاص الموجودين البالغين. اذا هن موجودين وعم يعطوه هالفيدباك للعمل اللي عم يعمله، هيدا بشجعه انه يرجع يعاود ويكرر عمله اكثر من مره، وهيدا يلي بيعطيه ثقه بنفسه او ثقه بقدراته. انما وقتها بكون انا ما عم بستخدم هيدول الوسائل معه، ممكن انه هو يشعر ما حدا عم يهتم فيه، بقى ليه انا هالقد بدي اعمل مجهود اذا اهلي ما عم يعطوني هالاهتمام. لانه اوقات كثير الاولاد خاصه بيقوموا باعمال بس تيلفتوا نظر الاشخاص يلي بحبون من حواليهم. صح، طيب مكافاه الولد مليحه، الاطراء اكيد كثير مفيد، كل شيء ايجابي والنصائح الايجابيه مفيده، لكن اذا زاد هذا الشيء عن حده وما كان في موازنه بصير انا بعطي اطراء او بعطي مكافاه على الشيء الصغير والشيء الكبير. مزبوط، الكثير اذا زايد ما بكون له أهمية، وإذا ناقص كمان ما بكون له أهمية. لأنه إذا كان كتير متكرر وكل ما بيقوم بعمل بدي أقعد أنا أعطيه مدح أو أعطيه مكافأة معينة، مش ضروري تكون مادية أكيد، بآخر شيء ما بقعد هو بيكتشف الولد أنه أنا ماني كتير صادق بتعاطيه معه، بالعكس لازم يكون بيستحق هالريورد يلي بدي اعمله او هالمكافاه يلي انا بدي اعمل له اياها. بمعنى انا اذا كنت كل ما قام بعمل بدي كافئه، الولد بده يضيع وبده يصير يقول طيب هالمره كافئني، لكن بصير يحط عليه قلق كثير وضغط تيقوم بالعمل بنفس النشاط مره ثانيه ويمكن ما ينجح. صح، لانه هو ما رح ينجح يمكن كل مره بنفس القدر. كمان بمطرح معين بصير على طول متطلع بنظره غيره تجاهه، وهيدا مش منيح بالتربية. بالتربية دايما منتوجه تيصير واحد عنده ثقة بنفسه، يصير هو يقدر يقيم مواقفه من دون الرجوع للأهل. بقى هل طرق معينة كمان بتساعده انه هو يكون متحرر من ويكون مستقل من ردة فعل أهله على طول، حتى ولو هو انه نطرة؟ أكيد. طيب نادية، زميلة كريمان تنقلت وتجولت شوية بجوارع بيروت وطرحت نفس السؤال على الناس عن آرائهم حول مكافأة الأطفال، خلونا نشوف مع بعض هيدا التقرير عن مكافأة الأطفال إيجابيتها وسلبيتها في تقرير أعدته الزميلة كريمة. تفضلوا. جرت العادة في الأسرة على معاقبة الطفل عندما يخطئ، ولكن هل يمكن اعتماد هذا الأسلوب كوسيلة وحيدة للتربية؟ قد يفلح العقاب المتزن في أداء نصف المهمة التربوية في منع الخطأ، ولكن ماذا عن النصف الآخر الذي يهدف إلى تحقيق الصواب؟ فللمكافأة والجائزة أثراً ساحراً في تربية الطفل، وتعتبر عامل تشجيع يغريه باتباع السلوك الصحيح. ولكن من جانب آخر، فإن الأطفال ليسوا جميعاً متشابهين، ف
فهنالك من تفسد المكافأة نفسياتهم فينشؤون مدللين، وقد يزرع الإطراء في نفوسهم الغرور والاتكالية. لذلك على مانح المكافأة والثواب أن يراقب نتائج ثوابه على طفله، فيتصرف معه وفق استجابته للإطراء حتى يحصل الأهل على أفضل النتائج بطفل يجعل الثواب منه طفلا منتجا. فكيف نستطيع إذن من خلال التربية أن نكافئ أطفالنا بطريقة إيجابية؟ فوالا، شو رأيك؟ أكيد، يعني من خلال الروبورتاج شفنا إنه العقاب ما كتير مجدي، وشفنا كتير صور أهل كانوا عم بعاقبوا أولادهم، وكتير ركزت من خلالها إنه أهمية التشجيع والمسابرة أو الإطراء وقتا منكون عم نتعامل مع أولادنا بكل الأعمار، لأنه شفنا الأولاد كمان من كل الأعمار، يعني من أول ما الولد حتى ببلش يروح على المدرسة بأول صف 3 سنين بيقدر يبلش ياخد كومنتس أو ملاحظات إيجابية من أهله، لأنه الإطراء والتشجيع مش ضروري يكون دايما بعمل، فيكون بكلمة بجملة، يمكن بالتواصل، فيكون لفظي وغير لفظي كمان، بنظرة بيقدر يفهم الولد أنه نحن راضيين عن تصرفاته. أنا أكيد نادية، الناس بيصيروا بيخافوا إذا أولادهم بيقرنوا موضوع المكافأة بالمقابل، يعني أكيد. بيصير أنه ما حيعمل شيء إلا إذا في مقابل، أكيد. والولد بيقدر يفوت بهالنوع من الشانتاج أو المساومة على الأهل، وهذه هي من سلبيات التشجيع. وأحياناً كتير وقتا منربط المكافأة بالماديات، بيقول لك بتاخد مثلاً $5 إذا درست أختك، ما هو من واجبه لأنه هو خي أو أخت أنه يقوم بهذا الواجب، يعني مش لازم ندخل المصاري خاصة الماديات من دون ما تكون من أي قيمة كانت على هالمستوى. فينا نقول له فينا تنقول بهالمجال، نقول له أوكي أنت اليوم ساعدت أختك، عملت عمل كتير حلو، خلينا نحتفل بها، مصير نحن وياه، نقول له ليش نحن عم نحتفل أو ليش عم نكافئه، لأنه كتير مهم بمطرح يعرف الولد على شو العمل يلي عمله بيستحق عليه المكافأة. تنقول بيلعب فوتبول، لاعب فوتبول كتير منيح اليوم، ما بقول له انت احلى لاعب فوتبول، كون انا عم بالغ، ما عم كون صادق، هو منه احلى لاعب فوتبول، في غيره بالفريق بيلعبوا احسن منه، في اقول له انت قلبت 3 مرات بس رجعت قمت ورجعت ركضت، كنت عم تلقط الطابه منيح، مررتها للفريق، يعني اعطيه بعض القيم، بدويله على النقاط الايجابيه في عمله. وهالنقاط الايجابيه هن يلي بدها تحمله اشياء ايجابيه لبعدين لحياته، لانه هيدول قيم ومبادئ معينه هو رح يتربى عليها ورح ينفذها باي عمل بعدين. تنقول اعطي مثال كمان بسيط، الولد بالسيارة، بنعرف كيف الأولاد بالسيارة بيعملوا فوضى، الأهل بضلهم يعيطوا، يا أما كل الوقت بدهم ياكلوا بيجوا السيارة. في يمكن شي يوم الولد مش طالع على باله يعمل شي، بيقعد عاقل، بتجي الأم بتقول له أنت أحلى ولد بالكون، أنت أجمل، أنت أكثر شي كنت اليوم عاقل، بعد شوي رح يعمل شي أسوأ، رح تندم على اللي قالته، وهو رح يضيع، طب كيف أنا بكون أحلى ولد بالكون وبعد شوي صرت أسوأ ولد عند أمي، لكن أمي منها كثير متزنة. هو بترجمهم بعقل، بدل ما قال له هو كلهم، ركز على العمل يلي عمله. صح. انت اليوم قعدت بطريقه كتير منيحه بالسياره، او انت تنقول عم ياكل شوكولا، هيك كمان عم نشوفها، بيقسم الشوكولا وبيعطي اخته، انت احلى خي، بعد شوي رح يلقط البوبا ويكسر لها راسها. هول القصص بتصير يوميه. صح. مع الاولاد ما صح. في هون يكون احلى خي، هون أسوأ خي، ما فيني اعطي انا خاصه بالتربيه اعطي ملاحظات على شخصيه الولد، على العموم لازم يكون تحديد على العمل يلي عم بيقوم فيه، وكون واقعي وانقل، يعني اعطي فيدباك على العمل يلي هو عمله مش اكثر. نفس الشيء لما ذكرنا مره انه اذا الولد قام بشيء سيء ننعته مثلا انت كذاب او انت متوحش او انت اكرمكم الله، ننعته بصيره صوره حيوان معين، احنا لازم نقول له الموقف هيدا غلط بس مش ننعته بالعموم. مزبوط. وخاصة انه ما ندخل عاطفتنا ومحبتنا للطفل بالدق، لانه صح. لازم الاهل على طول تكون عاطفتهم ومحبتهم ستاندرد ما بتتغير، حتى ولو هو اخطا بالتصرف، لحتى نعلمه كيف يحسن سلوكه لمرات تانية. بهيدي الطريقة بنكون عم نعمل اذا بدنا هالتهنئة بطريقة ايجابية وبمكانة. شو فينا نقول في الأخير نادية؟ النصائح للأهل أنه كيف أولادهم بطريقة معتدلة
وهيدا الشيء لازم يعرفوا انه اكيد بيساهم كثير في تطوير شخصيتهم ويريحهم هم ايضا. اكيد اهم شيء نعرف انه هالتهنئه هي مثل الدواء، يعني اذا عرفنا نستعمله بالدوز الموجوده بالوقت المضبوط بيكون كثير مفيد. كثير مهم انه نركز مش على الشخص مثل ما قلنا، انما على المسار يلي قام فيه الولد حتى ينجح العمل. ساعتها بنكون عم نفهمه انه المثابره، المكافحه، المسامحه، المشاركه هو هن القيم الاساسيه يلي انت عم تكافئ تجاههم، مش لانك نجحت بالعمل الاخير او قمت بالعمل يلي انا طلبته منك. الطريق او المسار يلي اخذه تنجز هيدا المهم اني ركز عليه، مش النتيجه النهائيه، وما انعته بصفات شخصيه. ركز على الموقف او العمل يلي سابر حتى انتجه او عمله بالاخير. طب التوقيت ايضا احيانا يكون مهم، انه انا أكيد. في ثانيه مدحته وفي ثانيه ذميته. اكيد اوقات الولد عشان ما يصير هالاضطراب بعقل الطفل 100%. بعدين الولد مش على طول كل عمل بيقوم فيه بيستحق عليه المكافاه، يعني اوقات في اشياء كثير بديهيه كل يوم من واجباته انه يعملها، هيدي بنتركها ستاندرد، يعني ما بندق فيها. اذا عمل شيء اضافه، شيء حط فيه مجهود اكثر من طاقته، نما موهبه معينه عنده، هون في انا علق عليها وكون انا عم بعطيه هيدا البوش. وكمان كثير مهم بالتربيه ما ننتقد او نعمل سخريه على موقف معي. والله اليوم قدرت تركض، والله جايب علامه منيحه، كيف هالاشياء موجوده عندنا بمجتمعاتنا للاسف. كان نازل عليك الوحي كثير، هول بنستعملهم يوميا. اهم شيء نبتعد عن الانتقاد. يعني مثلا اذا بنشوف حدا بيضحك بنقول انت اكيد اليوم مش طبيعي، انه يعني في شيء عم تضحك لانه معصب من شيء، انه حتى صرنا نستغرب من الناس. مزبوط، بس الولد ما فينا نلعب معه بهيدي الطريقه، لانه كل كلمه بنقولها بتعلم فيها، انه بحسنا انه نحن منا كثير جديين وما عم نعطيه ثقه كمان لإله. وكثير مهم ما نقول له على طول للولد انا فرحان فيك، انت لازم تفرح بحالك. هالطريقه بالتواصل كمان بتكون مهمه. حلو كثير، هيدي النصائح كانت تقدمت ناديه بدران لطريقه المكافاه التي تنعكس ايجابا اكيد على اطفالنا. ثانك يو ناديه، بنشوفك الاسبوع الجاي. بما انه انا بعدي فريش انطازه من عالم الازياء، لازم نروح على عالم الازياء ونحكيه عن مصممه اسكتلنديه لفتت انتباه مجله فوغ. نشوف التفاصيل في التقرير التالي، تفضلوا. جودي كلارك مصممة بدأت مشوارها في دار ألكسندر ماكوين وصممت مجموعتها الريدي تو وير الأولى في إدنبرا الأسبوع الفائت، وستقدمها على منصات الميلانو فاشن ويك الشهر القادم. أزياؤها درامية لها نزعة مسرحية، وتستخدم الأقمشة الاسكتلندية بطريقة فنية. فوالا، واسكتلندا اكيد اللي ما شاف اسكتلندا وما شاف طبيعه اسكتلندا ما شاف شيء بحياته، والخضار الموجود باسكتلندا مش موجود باي محل ولا مكان ثاني. رح نحكي عن الطبيعه، عن الهندسه وهندسه الحدائق والفسحات الخارجيه. ضيفنا رح يعطينا التفاصيل اكثر، اليزا مرود. اهلا وسهلا فيك. هاي، شو الاخبار؟ الحمد لله كله سلام. تمام، بيرفكت. جاي من اسكتلندا انت كمان؟ جاي من ايطاليا. لان البرد يعني عم كنوني على السقعه. ذاتس ات. اهلا وسهلا فيك. طيب اللي خبرنا شوي، شو نعني تحديدا بهندسة الأماكن الخارجية كالحدائق وغيرها من المساحات؟ هندسة الحدائق اللي هي تعتبر لاندسكيب اركيتكتشر او لاندسكيب ديزاين، هي كل شيء له علاقة بتنسيق الحدائق اللي هي خارج الأماكن الداخلية، اللي هي بتخص البيوت، المنازل، المطاعم، الروف توبس، القصور، الفيليات، المولز، كلنا سوا، كل شيء له علاقة بالانفايرمنت، بالخضار، هذا يعتبر لاندسكيب ديزاين. تعتبر مادة بتدافع عن الطبيعة فيها. هلا نحن إذا ضلنا أبديتد على كل التكنيكس والوسائل المتطورة بالجرين أركيتكتشر، بكل شيء له علاقة بالطاقة الشمسية، هول كلهم تكنيكس وسائل فينا نستعملهم بالبروجكشن تبعنا، بالديزاين تبعنا. حلو، قديش أثر فيك الوالد لأنه هو هيدا اختصاصه من سنوات، أو يمكن أنت حبيت الشغلة؟ الصراحة نحن شركتنا سنة 39 سنة بالمصلحة، ما شاء الله. وأنا يعني I was involved بهالدومين وقتها كان عمري 12 سنة. اللي ده طلع معي بالسيارة وباخذك ساعتها هيك فرجيك شوي البروجكتس كيف بيصيروا. حبيت اندرس برات البلد،
ببلد هو إيطاليا، لأنه هن يعتبروا الأكثر شركات وأكبر بلد بالإنتاج تبع الشتل وبكملها بالتكنيكس تبع اللاندسكيب ديزاين. فكانت اكسبيرينس كتير حلوة اللي درستها برا، قعدت حوالي 6 سنين وانطلقت ساعتها بالميجر. صار 3 سنين هلا افكتيف بلبنان وانطلقت بالميجرز كلهم سوا هون. اكسلنت. طب خبرنا شوي كيف المراحل اللي بتمر بيها هندسه الاماكن الخارجيه. اذا بدنا نحكي دو بوينت دو في بروفيسيونيل، تيكون البروجكت كامل متكامل فروم اي تو زي. انا عملت كولابوريشن، انا اختصاص اللاندسكيبنج، يعني ما بتعدى على شغل الاركيتكت، ما بتعدى على شغل الديكوراتور، ما بتعدى على شغل الالكتريكال ولا شيء. انا وقت يطلع البروجي مبكر فروم اي تو زي بدي اجمع الكلاينت الديفلوبر اللي هو بينفذ بمويل الكونتراكتور الالكتريكال ميكانيكال وانا الاركيتكت لاندسكيب اركيتكت تيطلع البروجي كامل مبكر فروم اي تو زي. لان احنا شغلتنا لاندسكيب اركيتكت بنجمل شغل الاركيتكت اللي هو ما بيقشع على الفيجن، يعني احنا مش عم نكسر شوي هالريجيديتي هالجيومتري بالاشياء الحاده بعمرها. فعم نحاول قد ما فينا نكسر شوي هالتفكير اللبناني شوي اذا بدنا نقولها، لانه بيوصل على طول على اللاندسكيبنج منفتينا معه مصاري وشيء فبيطلع البروجي شيء بلونتيه من هون شوية حجر من هون ومثل حال خلص مش الحال. للاسف لا، لازم نعمل بلانينج فروم اي تو زي تيطلع البروجي مبكر. بتكون انا ساعات انا بكون ممنون، الكلاينت بكون ممنون والديفلوبر بكون ممنون. اكسلنت. خلينا نقترب شويه من عملكم من خلال شويه صور لمشاريع قمتم بتنفيذها من قبل. نشوف اول صوره مع بعض. الورا. يس الورا، هذا بروجكت هلا ريسنتلي عم بيتنفذ ببيروت، يعتبر اوربن لاندسكيب ديزاين لانه ما عندنا مساحات خضراء ببيروت ومثل باركس اوربن سكويرز. اذا قلنا هذا تاور، ما بعرف فينا نسمي الاسم اذا شيء، بس لا اكيد فينا نسمي، هي بناتجه فينار هلا عم نشتغل عم نعمل لاندسكيب ديزاين تبعها. عم نجرب نفوت قد ما فينا خضار بقلب منطقه الحمراء. فهي كنية إذا بتشوفها لما اللي توارى في المطاعم، هن خمس كنية عن 5 مطاعم وسكوير كله قدامه يعتبر جرين اريا مع خضار وشتل انترتينمنت للولاد مع سكيت بورد كمان للأماتير تبع السكيت وكافي شوب انترتينمنت للعالم اللي عم يعملوا بزنس ميتينج كويك ميتينجز بدون ما يكونوا ملتزمين يعملوا يعني يقعدوا بالمطاعم ويكونوا مرزومين لياخذوا اشياء معينه. يعني اكيد اماكن مثل هذه لما بتعملوا لها التصميم مش بس تهتم بتصميم المكان كمان المحيط، يعني اول شيء انا البيزكس اللي بتكون للقواعد اللي انا بدي اخذها هي بدي اشوف اول شيء اللوكيشن شو بتسمح لي اعمل انترفنشن، بدي اشوف تقريبا الانتوراج اللي هو اذا هو بزنس اذا هو ريزيدنشال اذا هو سكني اكثر طبقات معينه. هون يعني نحن تقريبا قرب على الاي يو بي، ف وهي تعتبر منطقه كثير مكتظه ان ذا ليت افترنون بهالمناطق هونيك. هول السكشنز شوي بيفرجوا شوي ديتيلز تبع البروجكت والكونسبت تيبيكلي ميديترينيان، يعني ما عملنا انترفنشن كثير سوفيستيكيتد. هول سام برسبكتيف شوينج الانفايرمنت هونيك. هذا بروجكت هلا كمان عم يتنفذ، هذا كنيه عن 40,000 متر مربع بمنطقه عنديد. كثير كبير هيدا. الكونسبت تيبيكلي ميديترينيان، اذا بتشوف البارتي التحتانيه هي كلها كنيه عن شجر وفواكه طالعين جراديوال لنوصل للنص في هيك بقعه خضراء مع شويه لون ازرق اللي هو البحر، هي بينات. شايفين الوان مساحه كبيره. اكزاكتلي. والشخص هو يعتبر هو مهووس بسيارات وكل شيء سبيد، فخلقت له كل شيء كورسز بقلب بقلب الدومين تبعه تيتمشى ويعمل برمته على على المشروع. هولي بروجكتس روف توبس، هولي تراسات كمان، يعني كلاين بيكون مثلا عنده مساحه بيت حوالي 200 متر مربع او 300 متر مربع، بيكون عنده حوالي 200 متر مربع اوت دور لاندسكيب، جاكوزي، بيرغولا، خضار، جازون، وحتى بنروح لقصص جرين او بتوفر كمان انرجي ما بتصرف كثير كهرباء. نايس. هول السكشنز يعني انا بفرجي الكواليتي تبع الجرافيكس اللي بقدمه للكلاين، بفرجي كل شيء اكزكيوتيف دروينجز او شوب دروينجز، بكون عندك البلان الكلوريه اللي هو الكليان بيقدر يتخيلوا اكثر. مثلا هون تشوف الجاكوزي مع الباربيكيو مع البارز والسيتنج ارياز، في محلات مثلا في عندك غازون اللي هو 3/4 للاولاد، واكيد في عندك ارياز سيبريتد لكل افراد من العائله.
اكيد هيدي المشاريع بدها بجت مهول يعني، بس انه في ناس كمان وذ سمول بجت ممكن يلجؤوا لكم لتعملوا لهم الاشياء. هلا انا بالدومين تبع اللاندسكيب اركيتكتس نعتبر انه الطبقه يعني بنروح مع الكلاينت بالطبقه الوسطى للعاليه وللاكستريم هاي. اوكي هلا في كلاينتس معينه بيقول لك مثلا انا بدي احط شيء معين، كان يو جايد مي او فيك ترشدني شو هن البلانس اللي بدي احطهم؟ يعني الافانتاج اللي انا عندي انه انا عندي مشتل، سو انا وقت اعمل لاندسكيب تبعي بقدر اعمل اكزكيوشن تبع الزرع وتبع سيستم الري وبعت الجايد لاين تبع اللايتنج تكون البروجكت كيف كامل متكامل. وعقليتي مانا تجاريه لانه انا بحب اعيش المشروع قد ما فيه، فبعتبر المشروع مثل ما هو لالي وبجرب انا اعمل انترفنشن بقدر المستطاع لانه اكيد الكليان هو صاحب البيت انا ماني صاحب البيت، فكل بروجي عنده تام معين عنده ايدنتيتي معين وبحاول انه ما اعمل ريبيتيشن او تكرار لكل بروجي عن الثاني، ما يكون في ايميتيشن للبروجي، كل واحد يكون عنده الايدنتيتي تبعه والتام تبعه. حلو، طب قديش تنصح الناس اللي عم تقبل على مشروع ويمكن يعطوا موضوع الحدائق اخر اهتمامهم مثل ما كنت عم بتقول انه بيصب اهتمامه اول شيء بالمبنى؟ للاسف مرحله الكلاينت بيكون ضايع، بده مين يوجهه للطريق الصحيح. مثلا بيوصل لمرحله بيقول لك انا بدي بيت على مارسياز، بدي ديكور ان بو وورم اكثر لوي 14، بدي شيء كلاسيك، لا بدي غير يعني بيصير يعملوا سامبلز مساطر بالبيت وبرات البيت وبالكهرباء وهذا، بيوصل لاخر الجنينه او لاخر التسليم مجنطي ما معهم شيء يعملوه. انا بقول باول الطريق يعملوا بلانينج، يحطوا بادجت وايز للمشروع، يعني يعملوا ابل لشخص بيقدر يرشدهم بكل الميجرز. يعني انا بالدومين تبعي بقدر اوجه الاركتكتشر اللاندسكيبنج الميكانيكال الكتريكال كلهم سوا مع بعضهم. الكليون بيجي بيعمل دراسه، طب نحن وقت نقدم دراسه بتكون في يمكن في اماونت معين فيها كلفه معينه للكلاينت يعرف حل لوين رايح. يعني ما ضروري اذا بده ينفذ البروجي بينفذه فاز بار فاز، ما يحرق حاله على الاخر. فأزبط طريقة ينعمل، تنعمل دراسة للمشروع، بينعمل planning budget wise قد بيكلف grosso modo، بينعمل ساعتها fast per fast، بيوصل البروجي ساعتها منفذ وكنا بنكون ساعتها مبسوطين. أكيد. ما بنكون عملنا intervention. إلي شو المكان الموجود بلبنان أو ببيروت اللي لما تمرق عليه بتقول يا ريت بيسلموني إياه بفرجيهم شو فيه أعمل؟ It's a good question. يعني في عندك الحلو بلبنان انه الكلاينت بحب يعمل كومبيتيشن بين بعضهم. يعني انا بتقول لك مثلا انت بيتك يمكن كلفك نص مليون، لك لا انا بدي اعمل بيت مثل هذا البيت واحسن ب 750,000 فيس فيرسا او مثلا ان جراديوال. للصراحه الاماكن بلبنان الخضار توتال يعني بيروح، يعني صار معنا تنظيم مدني كله عمار عشوائي. الحلو بلبنان انه في مصاري مش ما في مصاري عكس ما بفكروا العالم، بلد بقلكم كثير فيه مصاري محشه، بنيد بس اونلي ستابيليتي للولا البلد يزبط بتلاقوا يعني والا ما تشوفوا انفستمنت هلا بالبروجكتس كلهم سوا محطوطين هلا عم بينعملوا. انا بتمنى الكلاينتس يعني ليجوا لعنا او يروحوا عند غير ناس، ما يروحوا بس على الاسم انه انا اشتغلت عند فلان بس لانه عنده اكس او ايجريك او زاد، يقصدوا البروفيشنالز. انا ما عندك جماعه تقنين شغلتهم، يعني سوري على لبنان اذا الكهرباء صار بيفهم بالسنجري وبالبلاط بكل شيء كله مولينكس كله على 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 القول اللبناني. بس انا بتمنى على اللبنانيه يعرفوا مين عم بيروحوا، يعني يتوجهوا عند اشخاص عن جد اختصاصهم هيدا الشيء. نحن شفافيين بالنهايه ما عندنا شيء نخبيه، انا شغلت بقول لك ما بعرفها بقول لك ما بعرفها بس ماني اجنورنت انه شغلتي مش ماني شاطر فيها، بدلك على شخص اختصاصه هذا الشيء. اكسلون حلو. ذاتس هاو وي كان سي. ميرسي لي، ثانك يو لوجودك معنا، بالتوفيق لك ولشركتكم ولمشاريعكم اللي طبعا هو هدف الجميع انه يكون عندنا بيئه صحيه فيها خضار وطبيعه لنا ولاولادنا. رح نروح على فاصل يا وجوه الخير، قبل ما نروح على فاصل بنرجع نبعث بيج هيلو تحيه كبيره لصديق البرنامج فريد الطائي بالعراق اللي للاسف الشديد تعرض لحادث، موجود الان بالمستشفى وعم يحضرنا. فريدو انت بتعرف احنا قديش بنحبك واشتقنا لصوتك للتويتس لتحياتك لكل شيء، فترجع لنا بالسلامه ان شاء الله يا رب وتقوم بالسلامه وترجع منور مثل قبل منورنا ومنور اهلك وكل احبابنا في العراق. اذا تحيه لفريد، راح نروح على فاصل من بعده راجعين لنكتشف مصممه من مصممات عالم الاكسسوار، واكيد راح يكون ايضا جائزه مهداه وتقديمه لزوارنا بالسيتي سنتر. راجعين تفضلوا. Fashion Week. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
كل هذا لسواد عيون الأوت كوتور. متابعينا ببيروت وصلنا لفقرة مع مصممة الأكسسوار لنتعرف كمان على البراند الخاصة فيها. بنرحب بليال معلوف. مرحبا ليال. مرحبا، كيفك؟ منيحة الحمد لله. تمام ليال، أول شيء ميتيور هي اسم البراند الخاصة فيك. مزبوط. ليش تحديدا هالتسمية؟ وهي فعلا مثل النيازك اللي بتلمع بالسماء. مزبوط، ميتيور هي مثل ستارز، شاين لايك ستار، لأنه المرأة بتحب دايما تهتم بجمالها. أي. فنحن اخترنا هذا الاسم. هيدا الاسم. قديش لكم بتصمموا؟ حوالي سنتين. لحالك ولا انت واختك؟ لا هي لحالي. هلا انا بصمم كذا نوع، يعني مش كل شيء، وفي اشياء خالصه بتكون بجيبها الشركه. اها اوكي. وكيف حسيت الطلب اليوم لعالم الاكسسوار عم بيزيد يوم عن يوم؟ لانه في كثير طلب على صار في قطع كثير مرتبه. في كثير طلب على هذا الدومين، لانه في انواع احجار كثير حلوه والديزاين كمان مختلفين وبتترافق مع العصر هيدا. صح. انت كيف لبلشتي بعالم تصميم الاكسسوار ليال؟ انا بالبدايه ما كنت حاطه ببالي افوت بهيدا الموديل، بهيدا المجال. مجال مزبوط. كنت ارسم، صمم ازياء، وفتت بدومين اختصاص ثاني محاسبه. بس بعدين انا لانه كثير بحب الاشياء الارتستيك، فحبيت صمم ديزاينات معينه للمدامات. كانت اي قطعه تكون بين ايديك تحوليها تغيريها تضيف عليها؟ مزبوط، بصير اخترع اشياء. ولهيك كثار يمكن حواليك حمسوك لاكثر تفوتي بهالمجال، صح؟ مزبوط، اهلي اكثر شيء هن كانوا واقفين حدي وكثير حبوا الموديلات وهيك. حلو، خلينا نشوف بعض الصور على الشاشه هيك بتعلق عليهم ليال لنتعرف كمان على التاتش اللي بتتميزي فيها والبراند الخاصه فيك ميتيور. بنبلش باول صوره على الشاشه. هودا هير كلبس باتر فلايز. اوكي. معمولين من شواروفسكي المنتس، وبيجي الميتال هو الوي وجولد بليتد. حلو. هيك بركي ندخل شوية بالمواد اللي بتستخدميها، الأحجار كمان اللي بتلفتك أكثر لتصممي فيها، شو هن؟ هي إجمالاً أكثرية الأحجار عندنا هي شواروفسكي ألمنتس. أوكي. وفي كمان الزيركون. والزيركون. هلا الميتال هو معمول من دايماً بيستعملوا الألوي. وبيجي جولد بليتد أو سيلفر. بس كلهم جولد بليتد أو سيلفر؟ مزبوط. اوكي مزبوط. قولي شو حلق؟ هذا حلق ستارز. حبة. اوكي. عادة بس هيك تفكري بديزاين معين، كيف ببلش التنفيذ لنوصل لمرحلة خلص صار التصميم جاهز والقطعة خلصت؟ مزبوط. هلا اجمالا انا بحب كل شيء بيلبق لستيل المرأة، المدام بتحب النجوم، بتحب الورد، بتحب القلوب، فهالسيستم نحن بنبلش بنحط افكار وبنرسم وبننفذها. شيء كثير فامنن، يعني كثير فيه انوثه. ليش الباترفلاي حاضره باغلبيه تصاميمك ليال؟ الباترفلاي او الفراشه، لانه الباترفلاي عمرها قصير وهي كثير حلوه، بتستفيد من كل دقيقه بحياتها وشكلها كثير حلو بيجذب. مرايا كاري بتحب الباترفلاي. بالجولري والاكسسوارز بتشوفيها بتستوحي اكثر منها ولا مزبوط. لا مزبوط. كمان عم نلاحق المشاهير مثلا شو بحبوا ديزاينات ونصمم لهم. حلو. غير الاكسسوار عم نحكي العقد، البريسلت، الحلق، شو ممكن تصممي غير؟ هلا نحن فايتين بدومين جديد يلي هو الكي تشين بورتوكلي. لا عم نشوفها هلا. في ديزاين هون كوكسينيل.
اوكي بتجي كلها احجار سواروفسكي الماس والميتال هو 14K جولد بليتد. حلو. والاكسسوارات للشعر عم نشوفها بكثره هالفتره كمان. هلا عم نبلش فيهم. مزبوط هلا عم نبلش فيهم كمان. عم بتبلشوا فيهم. اوكي كمان بنكفي بالتصاميم الخاصه فيك. عادة كل قد ايه بيطلع ديزاين جديد ليال؟ كل شهر اجمالا نعمل موديل جديد. كم موديل؟ موديل واحد؟ تقريبا حوالي الخمسة. اوكي خمس موديلات. خمس موديلات بنوسع عليهم الشركة المصنعة بتصنع لنا اياهم وبنجيبهم على لبنان. وكثير في الوان بالكولكشن مزبوط ليال؟ مزبوط في كل الالوان. كل الالوان موجوده احمر جولد وايت. اوكي pink. حتى كل الاحجام بنلاقي شيء سمبل بنلاقي اكسسوار هيك ضخم في ستات بحبوا في صبايا بحبوا. في موجود في عنا. بتتوجهوا لعمر معين او لا؟ لا هي اجمالا من الصغار. مزبوط من عمر صغير وطلوع. صغير يعني اي عمر؟ يعني في يكون حوالي العشر سنين. اوكي في اقل مثلا في عنا اشياء مثل حلق جولري سيلفر كثير عم بحبون الاولاد. حلو. عادة بتشاركوا بمعارض ليال كبراند ميتيور؟ معارض بعد نزلنا بمعرضين هيدي السنة بس مبدئيا بالصيفية رح ننزل كثير معارض. الصيف لانه هلا ببلش الموسم والاعراس اكيد. اليوم لاي عروس حابه تقصد ميتيور تقصد هالبراند الخاصه فيكم كيف بتبتكروا موديلاتكم؟ بتلبق لفستانها لموديل شعرها شو بتطلبي منها؟ انا بطلب منها انه تفرجيني ستيل الفستان اهم شيء. شو حابه هي ذوقها اذا هي بتحب الاشياء الكبيره الصغيره شو ستيلها يعني بنسال تفاصيل عن حياتها اكثر عن ذوقها. مزبوط وذوقها نبتكر لها شيء بيلبق موديل لها. بتشوف الفستان بتطلب منها انك تشوف الدراس؟ مزبوط الدراس شو مشكوك عليه خرز مش مشكوك شو النوعيه كمان بتنفذ على الطلب؟ مزبوط. اوكي يعني عم بحاول قد ما في ساعدك ليال مقلة بالأجوبة بعرف بس قد ما في عم بحاول ساعدك بهالموضوع. حنشوف التو جيفتس نحن كمان على الشاشة خصيتينا فيون. اوكي هول التو جيفتس رح نشوف مين رح يربحون من زوار بيروت سيتي سنتر. خبرينا عن هالجيفت هون. في عنا النكلس 14K جولد بليتد في حجرة السواروفسكي ألمانس بتجي وايت مكتوب عليه. ايه مكتوب عليه لوف. هيدي سبيسيال فالنتاين. هيدي لفالنتاين لعيد الحب هلا. مزبوط. اوكي هيدي أول جيفت. ثانية كمان الحلق. هودي حلق دروب ايرينجز فيها هارت على شكل هارت. هول سبيشال لعيد الحب صممتون. مزبوط. عادة قد ايه بتفكروا بكل مناسبة بتكون بتستوحوا منها افكار تليق لهالمناسبة تحديدا؟ بتعرفي الهدايا بتكتر. ايه نحن اجمالا بنشتغل على كل المناسبات على كريسماس على فالنتاين. العالم كثير بتحب هالديزاينات والمدامات والرجال كمان اكثر شيء بحبوا يهدوني هون. صح. هلا عم تتحضروا لشيء جديد ليال؟ عم نحضر هلا تنزل كولكشن ساعات. اوكي كمان كلها سواروفسكي ألمانس. يعني عم برسم الموديلات كمان. بتحسي حالك قادره تبتكري دائما موديلات جديده من ناحيه الساعات منك محدوده بمحل معين؟ هي هذا الدومين شوي محدود لانه الشيب معين وخالص بس منجرب دائما نبتكر اشياء جديده. تطلع من الشيب الكلاسيك؟ مزبوط لانه الشيب الكلاسيك اجمالا هو مبروم او كاري او ريكتانجل فعم نجرب نعمل شيء غير سبيسيال يكون وسبيسيال وبنفس الوقت انه الست او الصبيه تتقبله. مزبوط. حلو مثلا كتير. مثل ستار مثلا ساعة ستار شو قلتي لي؟ ايه مثل ستار. ستار؟ اه حلو. يعني هي شيء جديد. ايه شيء جديد بتحس الناس حتحبه تطلع شوي من الذوق الكلاسيك.
يعني هو اذا كان الديزاين حلو اكيد راح يحبه. بيلفت له نظره. وكيف عم بتحس يعني الالوان بالنسبه للساعات بتقدر تنفذيهم تفوتي بالوان للساعات او لا؟ هو الالوان ما لنا مشكله، هو بس الديزاين لانه في تكنيك معينه بالساعات لازم تندرس قبل ما تنعمل الساعه، فالتكنيك هي اهم من الكولر. يعني الالوان في كل الالوان بيصير، ومدال الساعة أكيد لازم يكون بيلفت. خلينا نشوف مين رح يكون، مين رح يربح هالتو جيفتس اللي خصيتينا فيهم ليال اليوم. بنشوف كاميرا ببيروت مين رح تختار بهالوقت هيدي البراند الخاصة فيكي، وأي جيفت رح تكون أو رح نقدمها لزوار بيروت سيتي سنتر. شكلها من نصيب رجل قادم. ايه كنت عم بتقولي هلا انه بيهديها ما بده. اوكي طيب، بس هي الحلقه رح نشوف مين رح يربحها بهالوقت. انا بدي اتشكرك ليال، شكر كثير كبير لحضورك معنا. ميرسي لكم، بتمنى لك كل التوفيق والبراند الخاصه فيك. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. ثانك يو. اليوم مثل ما بتعرفوا فقرة ثابتة بتكون مع ضيفتنا دلال كنج، ولكن نحن قصدنا دلال بمكان اللي بتعطي فيه الصفوف بريجنسي بالاس، ورح نتعلم ثلاث وصفات شهية وسريعة مثل ما عودتنا دلال بهالتقرير. منتابع اكيد. مساء الخير للمشاهدين، اليوم عاملين منيو كثير حلو، هو تارت الايطاليان يلي كثير حيحبوها المشاهدين. عاملين دجاج مع المعكرونه يلي وكريم دو ماسكربون، وعاملين كمان دي كيك بوبس يلي هو هلا كثير دارج. عم نشتغل ب دو بات فويتي. ليه؟ لانه الكونسيبت تبعنا انه العجينه ما تكون كثير رقيقه، تكون شويه سميكه. اليوم احنا عم نحكي على باف باستري، بس يلي ما بيحب الباف باستري فينا نستبدلها بالبات بريزي. تبس زياده حد التارت، بس هي مش بس تتاكل مع التارت، فينا نعملها كانتري، فينا نعملها على سلطه بتطلع كثير طيبه، فينا نعملها حد فيرين كمان حد موس. عن شو عم بحكي؟ انا اليوم عم بحكي على لي كورني يلي بدنا نوضع لهم الكراب والافوكا. على عجينة البقلاوة يلي هي عجينة بنلاقيها بالسوبر ماركت، هي ونية بدنا نلفها بطريقة كتير سهلة مثل ما هلأ أنا عم بلف. زيت الشي بدنا نوضعها بقلب صينية، منرجع منقول انه فرن حامي 180 درجة لمدة 7 دقايق مش أكتر. هلأ عم نخلطهم.
بدنا نعمل افوكا، نحن اليوم عم نشتغل على 2 من الحبات من الافوكا، اوكي، يلي طحناهم، ضفنا لهم ملعقتين من عصير الحامض، ما بدنا ننسى الملح والبهار الابيض. اليوم عم نحكي على صدورة الدجاج، بدنا نقلبهم. أنا اليوم ما بدي أقليهم مثل ما عم بقلي البطاطا أبداً، بدي بمقلية أوضع 4 ملاعق من زيت القلي وأقليهم مش تيحترقوا. على جاتو يلي هو الكاتر كار بسموه. بدنا نضيف الزبدة السائلة، وهون بدنا نقول انه الزبدة اثبت ما تكون سخنة. الفرن 180 درجة ما بدنا ننسى لمدة 10 دقائق، بعد 10 دقائق بدنا نوضع الجاتو بالفرن لمدة 40 دقيقة، وبدنا نرجع نذكر المشاهدين انه وقت نوضع الجاتو ما بدنا نفتح الفرن، بدنا نعير 40 دقيقة وبعدين نفتح الفرن. كان صفنا لليوم بالوصفات المتنوعة والأفكار الجديدة، إن شاء الله يكون عجب المشاهدين. ويلي بحب يتواصل معي عبر الفيسبوك دلال كنج، أو بيكتبني على تويتر أو لايك على البيج، أو بيجي بيحضر صف بقى. Thank you. Thank you لدلال، وأكيد الأسبوع الجاي راح يكون عندنا كمان كورس تاني بنشوف دلال إن أكشن. بالعادة بتشوفوها هنا عندنا، لكن هذه المرة شفتوها موجودة بالكورسز الكلاسز اللي بتعطيهم للناس اللي بتحبوا يتعلموا أشياء جديدة مثل ساشا، أكيد بدها تتعلم أشياء جديدة. مضبوط، 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 مضبو
خلاص وين الاداره سحبت لي سحبوني البصمه انا عم بوجه الاداره سحبت الباسبور وقالت لي ممنوع. طيب راح نروح على فاصل من بعده راجعين لنشوف كارول زمرود ايش محضرت لكم للسيدات الحسلوات اللي عم يشوفونا، ايش تيبس جديد تريكس جديد لعالم الجمال والتجميل. يس بعد الفاصل سنواصل. Paris Fashion Week. كل هذا لسواد عيون الأوت كوتور. ببيروت وفقرة ثابتة مع خبيرة التجميل كارول زمرود، وكل أسبوع نتعرف على تقنية جديدة، واليوم بنحكي عن نانو تكنولوجي حوالي العيون وكيف ممكن السيدة تتبعهم وتطبقهم بالبيت. مرحبا كارول. بونجور. ما نانو مش معك؟ ما عباله يوقف النانو على الطاولة. ساعديك خلينا نجرب. أوكي مش الحال. أوكي هلو. الحمد لله على السلامة. مرسي الله يسلمك. كيف كان مؤتمر بريز للتجميل؟ حلو كتير، في كتير اشياء جديد، هيدي وحدة منهم صارت معنا هلا على البلاتو، نانو تكنولوجي للعيون، في اشياء كتير جديد، اكيد بنوعد المشاهدين انه كل فقرة رح نحكي عن موضوع جديد بريك ثرو، كيف فيهم يعملوا تجميل امن. اوكي، وهالتقنيات الجديدة موجودة مش ننطر فترة؟ لا لا هول موجودين. اوكي. خلص ما بقى عيد اجيب شيء منه موجود. اوكي. لا لأنه قتلوني المشاهدين. ايه معقول بعد سنه ننطر ل انه تخبرينا شيء ما في منه الا لبعد سنه وانت قاعده عم تاكليه على الهواء؟ لا مش مسموح. معكم حق. مشان هيك اليوم معنا علاج نانو تكنولوجي لتحت العيون، نانو تكنولوجي للي ما كانوا متابعينا من قبل، بنقول انه النانو تكنولوجي هي تقنيه ثوريه بعالم التجميل، صغرت جزيئات الادويه والكريمات والامبولات لحتى صارت تخرق مثل ما بتفوت الإبرة على الغميق، صار الكريم بيقدر يفوت لنفس المحل اللي هو على الطبقة الثالثة الجلدية، الطبقة العميقة من الجلد، وبالتالي بس يوصل على هالمرحلة وقت الخلية بتكون بعدها بيبي، بعد ما إذا بدك عملت ديفيزيون سيلولار أو انقسمت أو فقست، بتقدر تشرب كل هالعناصر هاي وتطلع لنا خلية فيها مي، ما فيها دبغات، ما فيها مشاكل، وبيصير عنا بشرة حلوة. هلا اليوم في عنا بهالعلاج ثلاث أشياء. عندنا الفيتامين سي اللي هو الاساس، الفيتامين سي المصغر صار نانو فيتامين سي، عندنا باتشيت، عندنا كريم لتحت العيون فيه ريتينول يعني اللي بيشيل السواد والتجاعيد، في عندنا كريم خفيف، في عندنا تقشير. هلا كيف السيده هيدا العلاج؟ بالعاده كنت بتجي السيده على الكلينيك بتعمله بالعياده، بس هلا صار فيها تاخده على البيت وتعمله هي بالبيت اذا عندها سهره ظهره او اذا بدها تعتني بمشكله تحت العين في سواد. ما بشيل السواد مثل العياده طبعا، بس انه بخفف تعب، سهرانين على الواتساب كل الليل عم نبعث مسجز ما نمنا. بعرف انا عم بعثوا لي واتساب من السعوديه 3 بالليل 2 بالليل بيقولوا يا عمي كيف بعدهم واعيين لهلا؟ عادي كله واعي وكله بيبعث واتساب في سواد تحت عيني. فاول سبب سواد تحت عيني هو من السهر. اوكي. للي عملوا بوتوكس على بنعرف انه بوتوكس بينعمل برا، بس شو بيصير؟ بس نعمل بلوك بهالمنطقه، يا ريت فينا ناخذ شوي قريب لحتى اقدر افسر للمشاهدين شو القصد من النانو تكنولوجي وليش رح نستفيد منها التقنيه، غير اذا عملنا بوتوكس بضل في عنا شق ثاني من المشكله كيف فينا نتخلص منه؟ اذا هيدي هي العين، اوكي؟ البوتوكس بينعمل بهالمنطقه تحت الحاجب بنص العين وتحت العين محل ما بتوقف الضحكه هون.
هلا أوكي. وقت اللي نعمل بلوك لهالعضله هاي بتصير الحركه العضليه كلها فايته لجوات العين، وبصير في عنا هون مثل جلد مجعد بها المنطقه هاي، وهون على مجرى الدمع بصير في عنا سواد، وهون بصير في عنا تجاعيد صغيره. مشان هيك لحتى حلينا مشكله البرة بالبوتوكس رح نحل المشكله الجوانيه بالنانو تكنولوجي. شو رح نعمل؟ اول شيء رح نقشر باسيد نانو تكنولوجي، اسيد مونديلايك، يعني اسيد كثير من زمان كان بس الحكيم مسموح يستعمله. هلا بما انه صار مجزأ ما بقى يحرق وما بقى فيه سايد افكت، ما له مضاعفات، ما له مضاعفات. المونديلايك اسيد هو بيشيل اول طبقه الجلد الميت كله من تحت العين. رح نرجع نحط باتش في بقلبه مصل من الفيتامين سي، بنحطه بشكل ماسك. للسيدات الكبار بالعمر رح نحط ريتينول وفيتامين سي لحتى نشيل التجاعيد والسواد، وللصبايا الصغار بالعمر مثل الموديل اللي معنا اليوم المهضومه كثير رح نحط نانو تكنولوجي فيتامين سي تحت العين. فاذا رح فسر لكم كيف فيكم انتم بالبيت تطلبوا هالمجموعه وتعملوها، تعتنوا بالسواد تحت العين بالتعب. اذا عندكم شي سهره عن جد كثير بيفرق معنا هيدا الشيء، بأخر علامات الشيخوخه او التجاعيد اذا نحن اتبعنا هالعلاج. اكيد اكيد اكيد. خليني بلش. ما بعرف نحن كمان كان معنا صور اذا بيحضروا لنا اياهم حتى بس نخلص نرجع نعمل ريفيو ونشوف. بدي كمان فرجي المشاهدين على الكميه اللي لازم يستعملوها. فاذا رح بلش انا اشتغل، اول شيء بدي اقشر منطقه تحت العين. انا كنت سبق ونظفت لها للموديل عيونها، حيلا دي ماكيان او ويت وايب بتنظفه تحت العين. وثاني شيء بنرجع بناخذ المانديلايك اسيد يلي رح نحط بس هالقد. اوكي ما بعرف هالكميه، هيدي هي الكميه. اوكي اوكي. فاذا دائما قبل ما نحط حيلا شيء على وجهنا بنجرب نقرب له حرارته من حراره البشره، يعني ما بنحط شيء كثير مسقع، ما بنحط شيء كثير سخن. اوكي. الاسيد بنشوف انه بيرغي بنحطه تحت العين. وين اكثر شيء ساشا وين بدنا نركز؟ بدنا نركز، غمضي عينك شوي بليز، بدنا نركز على الزاويه الداخليه. اي على زاويه العين. على الزاويه. وبنصير نعمل مساج. ما بيحرق كارول ابدا، ما بتحس بشيء يعني الست. اوكي حاسه شيء؟ فيكم تقربوا على الجفن، فيكم تقربوا على الانر كورنر، فيكم تشتغلوا هون اذا عندكم تجاعيد واسود لون موف، اذا مجرى الدمع طلعي لفوق. وفينا كمان نفوت بالتجاعيد، اذا ما كنتوا عاملين بوتوكس من برا فيكم تشتغلوا على التجاعيد. اوكي اوكي. خلصنا البيل، ما بده شيء، دقيقة نص دقيقة نتركه شيء 10 ثواني لأنه نانو تكنولوجي خليه نعطيه الوقت إنه ينزل لأعماق البشرة ويمتص كل الخلايا الميتة. شوفي أنا حطيت نقطة على إيدي، ليكي كيف بيضت؟ بيضت. إيه بدي أقول لك. وكمان إذا بتشوفي ساشا الملمس دسي دسي بس محل ما حطيته. أوكي. شفتي؟ مثل الحرير. هيك بترطب البشرة. أوكي. تحت العين كثير بترتاح العين. وخاصة تحت العين بتعرفي كارول علامات التعب كثير بتبين. وفيك تعملي ما فيك فيك تعمليه مرتين بالجمعة، قد ما تعمليه قد ما تستفيدي. اوكي. يعني فرجونا برزنتيشن بالمؤتمر بباريس، سيدات استعملوه مرتين بالجمعة على ثلاث شهور شالوا مشكلة سواد وتعب من تحت العين من أساسها اختفت. اوكي. هلا هو ماكسيموم كم مرة بالجمعة فيك تعملي؟ هلا إذا ما عندك مشكلة فيك تعمليه مرة بالجمعة مثلا بعد الشاور، تقولي أنا كل نهار جمعة بعمل ماسك. وليه بعد الشاور؟ إنه لأنه بعد الشاور هيك خرجت تقعدي تعتني بحالك تكوني مرتاحة. مش لأنه تعرضت للبخار البشرة أو شيء، ما لها علاقة. إيه؟ أوكي. شعراته غمدة؟ هلا عم بتنظفي البيلينج كارول؟ نظفته. ليكي شو ناعم دغري. هلا بقلب العلبة تبع الباتش بيجي فيها خمس باتشات. أوكي. يعني خمس جماع تقريبا. نفتح الباتش رح نشوف شو رح يطلع منه. للباتش بيطلع منه اثنين ماسك مرطبين بفيتامين سي. بس انا اللي رح اعمله السيروم يلي جوا يلي بيكون بقلب الساشي رح حطه على ايدي حمي. اوكي
وخلي العين تشربه على الاخر لحتى تنفخ ويروح منها الاسود. طلع لفوق. ليك شو بيكونوا مبسوطين السيدات بس يعملوا شيء تجميل، ليك ليك تعبي تحسيهم مبسوطين. متحمست دغري على الخبريه. طلع لفوق. بس الليله لميشا اكيد بنحقيقها انه في عندنا ماسك لتبييض حوالي العيون. اول وحده كانت اصلا بشرتها بيضاء وعيونها حلوين يعني. هلا طبعا اجمالا بيكون التريتمنت على العينتين بس انا عم بعمل ديمو عن فرجه. بس انت سمكت السيروم كارول هون. بدي سمكه ايه اكيد خليها تشربه لانه انا قشرت الخلايا الميته. هلا الجلد الجديده اللي بدها تطلع خليها تستفيد خليها تشرب. وبناخذ هلا هون في اثنين تو باتشز. ناخذ وحده. رح اخذ انا وحده. اكيد فيكم انتم بالبيت تعملوا مساج لحتى تخلوه يشرب. زي ولاد كل سيده بتعرف وين في اكثر شيء مشكله بعينها بتركز عليها، اذا من جوا بتعملوا مساج وبتضلكم تفركوا لحتى تروح. نرجع بنحط الماسك. هلا رح فرجيكم كيف تحطوا الماسك لحتى تاخذوا كل الفراشه، هيدي اللي بنسميها نحن بالتجميل البابيون او الفراشه. لازم الماسكين يلتقوا مع بعضهم بهالشكل هيدا، بشكل انه نصيب هون في عضله اسمها البروسيرس. هيدي هون بتكسر وبتعطي شكل كثير بشع لحتى لي نصيب كل الفراشه. تطلب من ميشا تطلع بالكاميرا. أوكي. يعني منصيبها من برا لجوا للمنخار للعين. اوكي. نتركه 10 دقائق ربع ساعة لحتى يكون بنشف وبنشف، ما بنشيله الا بنحس انه نشف على الاخر. والاحلى انه نكون حاطين الساشيه بالبراد حتى من بعد ما نعمل البيل بنحمي السيروم بايدنا، بس الماسك لازم نحطه مسقع لحتى اذا معبية شوي مي تحت العين، إذا عاملة بوتوكس وفي عندك نتفة بجبجة تحت العين بشلك إياها، إذا تعبانة لحتى يعمل ضبة للشرايين يلي بيكون لونه بنفسجي أو ميل على أسود وعم بيزعج المرة، بس تحط فاونديشن تحت عينها بصير مبين كثير مجعد، هيدا كله بيرتاح. وهيدا بيغنيها تستعمل كريمات حوالي العيون كارول أو إيه؟ لأنه هلا في معنى بلا في معنى الكريم النانو يلي فيه فيتامين سي يلي بضل عم يشتغل عيبيض العين طول النهار طول الليل. بتاخذ الكت كلها يعني مش هلا نحن كيف بنعطي الكت؟ بنعطي التقشير تحت العين، بنعطي العلبه اللي فيها الباتش. أوكي. خمس باتشات يعني بنعطي ثلاث علب، وبنعطي الكريم. يا بيجي في عنا نوعين، الكريم الفيتامين سي النانو بس فيتامين سي، وبيجي مع وبيجي الكريم للي اكبر بالعمر يلي عندهم اسود او عندهم تجاعيد تحت العين، بنعطيهم شيء ثاني يلي بيشيل كل التجاعيد لانه تحت العين ما فينا نعمل بوتوكس، ما فيك تعملي فيلر هون، ما فيك تعملي شيء. فمشان هيك فيك تشتغلي على النانو تكنولوجي وتكوني انت طبيبه نفسك. مشان هيك في عندنا هون كريم الفيتامين سي نانو، وفي عندنا نانو ريتينول. ريتينول هي ماده بتجدد الخلايا وبتخليهم يضل لونهم ابيض ما يتصبغوا. هون اذا سيده كبيره بالعمر عندها تجاعيد بنعطيها ريتينول مع فيتامين سي، اذا سيده زغطوره بالعمر في عندها شوية تعب تحت عيونها من البيبي أو من قلة النوم أو من قلة العناية أو من الميك اب الكتير، ففينا نعطيها مثل ما رح نعمل هلا بس الكريم الفيتامين سي. هلا لضيق الوقت رح أنا شيل الماسك ورح فرجيكم. اوكي. هلا بعطيك إياه بترجعي بتحطيه بالبيت. تعانوا. هلا بس نخلص حنشوف الصور، إيه كارول إيه ونعلق عليهم. رح شيلهم. أصلا بتشوفي كيف أبيض. دغري. غمدي. وهولي عم بتشيليهم بعاده بمحرمه بقطن ما في شيء ما دخلهم شيء ولا في مي؟ بلا انا بليتها بمي لحتى ما كثير تروح وتجي. وبنحط كريم النانو او السيروم اذا كانت السيده عندها تجاعيد او عندها مشكله سواد اكثر بنعطيها النانو بلس. من برا لجوا غمده، من برا لجوا. وهالطريقه دائما لازم نتبعها من برا لجوا طبعا إيه؟ اذا عندك تجاعيد بعكس الجعده لجوا، اذا عندك انتفاخ من جوا لبرا لتعملي تصريف لمفاوي لجوا. اوكي اوكي هون بنكون حطينا كريم وهيك بنكون خلصنا بربع ساعه تريتمون علاج لتحت العين بيريح لنا التجاعيد. ارتاحت العين اصلا. ايه
بتحسي انه ارتاحت العين، ضويت دغري بتعكس النور وبتصير بيضة أكتر وبتصير إنه مرتاحة، خاصة إذا في تعب. هلأ إذا عندك مثلا مناسبة، حفلة، عشاء، عرس، ضروري. هلأ في الحلقة الجاي رح أجيب لكم النانو تكنولوجي للوجه كله والرقبة، بس اليوم بلشنا بالعينين لحتى نفرجي السيدة كيف. طبعا كل سيدة فيها تطلب القام تبعيتها فيها تتصل فينا على الرقم اللي بيطلع على الشاشة وتسأل كل حتى الأسئلة، حتى من الدول العربية بتوصلي. ما في مشكلة، ما في مشكلة. هلأ خلينا نشوف الصور. يلا خلينا نشوف الصور ونعلق عليهم. بدي لكم أنه اللي بالصور هي أنا، وكنت جاي من السفر وميتة من التعب. شوفوا هون حطينا الماسك، الماسك اللي شفناه هلا حطيتيه. بس عم برجع اذكر بالمراحل وبدي فرجيكم النتيجه على وجهي، لانه اليوم انا الصبح عملته وكثير بيريح. دائما منفوت السيروم مثل ما شفنا بمساج، نعمل تدليك على الوجه، نرجع منشيله بالاسفنجه، ننطر ربع ساعه او ثلث ساعه منشيل الماسك الباتش. هون عم نشوف الماسك الباتش، بس بعد ما نشيله لازم يكون صار ناشف. نرجع منحط هون انا حطيت السيروم نانو، مش بس الكريم، لانه انا عمري مرتين قد عمر الموديل. مش هالقد، بس انه ايه لعبة انه اكون اصغر منه مثلا. اوكي كانت اخر صوره. ومنحط الكريم وكمان بنعمل لها تدليك، بنضل نعمل لها مساج، لانه المساج بيشيل المي البشبجه، بمشي الدم، وبيخلي النانو يفوت لتحت ويشتغل، يفتح لنا البشره ويعطينا النضاره والنتيجه اللي نحن بدنا. يعني الست بتقدر تحصل على النانو تكنولوجي حوالي العيون وحتى للوجه والرقبه، لانه مزبوط. كمان هالمناطق ببين كثير عليها علامات الشيخوخه او العمر. مش كنا حكينا عن الاستاكزانتين نانو تكنولوجي اللي هي موليكيول كثير مهمه. هلا بهيدا المؤتمر نزلوا، عملوا لونش، يعني اطلقوا العيلة تبع النانو تكنولوجي. السنة الجاي رح تصير متداولة على السماع، بنكون نحن استهلكناها وجربناها وسبقنا الكل. شغلة دايما 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 مع النانو تكنولوجي، الكولاجين درينك اللي هو كمان نانو، من جوا بنشرب نانو ومن برا بنحط نانو تكنولوجي على الوجه لحتى نحس عن جد بفرق. هيك بنكون حصلنا حالنا من الداخل ومن الخارج. صح. اكيد. ميرسي كثير كارول، الحمد لله على السلامة. دائما بتفيدنا بتقنيات حديثة، حلو نحكي عنها ونتعرف عليها، ونشوفك الأسبوع الجاي. ثانك يو. إذا الله راد. ميرسي ميشا. رح ننتقل لتقرير عن مارك جايكوبز اللي انفصل مؤخرا عن دار لوي فيتون وأطلق متجر جديد بنيويورك. خلينا نشوف التفاصيل بهالتقرير. المصمم الذي انفصل مؤخرا عن دار لوي فيتون هو دون أدنى شك مارك جايكوبز، وهو أيضا حديث الساعة في نيويورك فاشن ويك، إذ أنه سيطلق متجرا مميزا في تلك المدينة، بوب أب شوب بفكرة مميزة. كيف؟ فالزبون يستطيع أن يتبضع من خلال تويتس، فيسبوك، إنستغرام. المتجر يفتتح أبوابه بين 7 و 8 من شباط في نيويورك، وسيتضمن صالة للراحة، صالون لفن الأظافر، ومعرضا للصور مع استخدام مجاني للواي فاي. مارك جايكوبز أقل ما نقول فيه أنه يدخل عالم الحداثة بفن وأناقة. That was Marc Jacobs and the new collection والبراند اللي رح تشوفوهم فيري سون. قديش شفت وعشت وتنفست الموضة؟ ما مشان هيك، عشان شفت وعشت وتنفست صرت لما بيجي هون ما بقدر أقبل أي شيء أقل مستوى. صح. مشان هيك I'm sorry. Yeah, you are. This one I cannot. طيب like this. Okay. Okay. عرفتي كيف؟ ايه. حنروح على فاصل. من بعد الفاصل رح نرجع لنستقبل ايميج كونسلتنت. يس، حيكون بضيافتنا جورج سقيم ونحكي اكثر عن مشاريعه الارت دايركتور وستايلست كمان بنفس الوقت. اكزاكتلي. بعد الفاصل نواصل، وانتم روحوا هلا على باريس لمده ثواني بسيطه. ايه فريدو اذا بعدك عم تحضرنا، هلو بيج هاي لك ولكل احبابنا بالعراق. فاصل وراجعين، تفضلوا. هلا اوشا trumpets, there you go. Yeah, trumpets, there you go. Paris Fashion Week. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a
que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. كل هذا لسواد عيون الأوت كوتور. اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا، مكملين معكم ببيروت، ومن موضوع لاخر ومن ضيف لاخر نتعرفوا على مجالات متنوعه. شفنا بدايه الحلقه عالم الازياء مع وليد عطله الفيفوريت اوف ساشا دحدوح، والان راح نفوت الى عالم الستيليزم والارت دايركشن ونتعرف على شخص برع في هذا العالم بإدارته الفنية وتنسيقه لأزياء الكثير من المشاهير. رح نتعرف مع بعض على جورج سقيم. أهلا وسهلا فيك. هاي، كيف الأخبار؟ صباح الحمد. أنا لفظته صح؟ قيم. مزبوط قيم. مزبوط. أوكي. سقيم. سقيم. أوكي. حسيت أنه كان في شيء. جورج، خبرنا كيف جمعت بين الارت دايركشن والستيليزم؟ هلا هن فيهم يكونوا بيكملوا بعض anyways يعني، بس حسب كل بروجكت، حسب مع اي شركه عم بشتغل، بيكون الشغل يا ارت دايركشن او ستايلست، بس في يكون الاثنين كمان. بكذا بروجي اشتغلتهم كنت الاثنين بنفس الوقت جمعتهم. جورج، عاده الباك جراوند تبعك حسب معرفنا متخصص بعالم الاتصال والمعلوماتيه، بس شو الشراره هيك اللي شددك لتدخل بهالمجالين؟ انا عامل صحافه، دارس صحافه صراحه مرئيه ومسموعه، بس بوقت لما كنت عم بدرس بالجامعه صار لي تشانس يعني انه اشتغل بارت تايم جوب اذا بدك، اللي هو على وقتي. بلشت كاسيستنت ووردروب، بس سأبني الحظ انه بلشت ببروجي كبير اللي هو فوازير ميريام فارس من تقريبا حوالي الاربع خمس سنين، وحبيت الدومين اوريدي. انا كنت بحب يعني كل شيء خاصه بالتياب وهيك، وكفيت وستيب باي ستيب صارت الخبريه، صارت مهنتك الاساسيه، صارت مهنتي الاساسيه. حسوا العالم اللي حوالي انه عم اشتغل مزبوط، وانا حبيتها كمان وحبيت انه اتقدم، وصار لي تشانس. كنت محظوظ بنفس الوقت اشتغلت على حالي انه اتقدم ما تبقى محلك exactly. لانه فيك تعال بهالمجال 100%، واستلم البروجكتس تبعي لحالي اوقات، واوقات مع شركات كمان. حلو. دراما، خبرنا شو كانت اهم الاعمال اللي شاركت فيها في انه تشتغل بطاقم الستايلست في الدراما؟ بالدراما تقريبا من اهم الاعمال اللي اشتغلتها هو مسلسل لعبه الموت اللي انعرض برمضان السنه الماضيه. كان المسلسل تصور بين لبنان ومصر، وكنت الستايلست المسؤول عن كل الممثلين ما عدا بس سيرين عبد النور. كنت عم بشتغل مع كل البقوه، الاستاذ عابد فهد، ماجد المصري، ميس حمدان، واكيد كل الممثلين البقوه. كانت اكسبيرينس حلوه، اول مره كنت بشتغل بمصر كمان. فتحت لي ابواب تانية بمصر، تعرفت على عالم جديد. اكسبيرينس حلوه. نايس. الدراما بيخلصل برمضان يعني كمان نسبه المشاهده بتكون عاليه 100%، واخذ اعلى نسبه مشاهده بلبنان واكيد بغير دول عربيه كمان. وكنت فخور يعني انه اشتغلت بلعبة الموت. طب بس قبل ما نفوت بسؤال ثاني، في عندنا مشاهد احنا للمسلسل شيء دخلكم؟ اوكي. طب كيف بتعمل هالبالانس بين ستيلك انت واختياراتك وبين ما يتطلبه الدور وبين ذوق الممثل؟ لانه احيانا ممكن تجيب له شيء بيقول لك this is not me or whatever. هلا اذا بدنا نحكي دراميا، دراميا بيختلف الشغل كومبليتلي عن الميوزك فيديوز او الكوميرشلز، لان بالدراما عندك نص بدك تقراه كله، عندك شخصيه بدك تدرسها، في عندك شخصيات بيبقوا اغنياء او فقراء، شريره منيحه، وعندك ديفا مثلا ديفا يلي
عن جد نيالي. وعندك رؤية مخرج كمان اللي هو بكون أنا قاعد أنا والمخرج وحاكين بكل شخصية كيف شايفها وهيك. وطبيعي بدي وفق بين قصة الشخصية المخرج والممثل، هو شغلة منا هينة يعني صح. بس حلو بالنهاية ما في شغل هين، ما في متعب كله صح. بده. وكيف تقدر تقسم هالشغل؟ يعني عم تشتغل مش على ممثل واحد جورج، على كذا ممثل وكذا شخصية، قديش بحس انك بتتعمق بالقصة اكتر او بالمسلسل حتى توصل الدور واللوك بشكل صحيح؟ مزبوط، ما هو كرمال هيك بيكون في فترة تحضير كبيرة. المسلسل بياخد تقريبا شغل معنا بحدود الست شهور، عنا شهرين تحضير بالأول، ولما نفوت على التصوير بحدود الثلاثة أو أربعة شهور. فبفترة التحضير بهيدي الفترة بكون عم بقرأ النص أكتر، عم بعمل كذا مقابلة مع الممثلين، أي ستياب وهول القصص كلهم، هول اللي بياخدوا وقت. ومجرد ما فتنا بالتصوير بكون عنا بعد المرحلة القليلة بنكون خلصنا أكترية الشغل، فبنصير العملية سهلة. إكسلون، نشوف مع بعض شوية صور من أعمال ضيفنا ويعلق عليهم. يلا ألورا، مين عنا هون؟ ريتا حايك، بحبها كثير. اشتغلنا سوا باخر مسلسل صورته بدبي اسمه كاكتس ألاينس مع مخرج اسباني اسمه خوسيه ماريا كارا. ريتا كان دورها كثير حلو بالمسلسل، كانت اخذت دور بنت وزير عندها فضايح كل الوقت وهيك، فكان كثير بيحمل للسيل تبعها يكون فانكي وتلبس اشياء كثير حلوه وهيك، فاشتغلنا كثير على اللوكات تبعها لريتا ونجحنا يعني. وهلا الله راد المسلسل قريبا بينزل على الهواء يعني. داكوردو، بنشوفه كمان. نيكستي كمان انا وريتا، هيدا لوك تاني لريتا، كان عندها فساتين كثير بالمسلسل. لأن عادة تتعامل مع ممثل جورج سهل بيكون الوضع غير مع اي شخص عادي؟ هلا واذا ممثل في صداقه بتربطك بينك وبينه، ريتا مثلا في صداقه بتربطنا كثير قويه احنا وريتا، كثير اصحاب. بس لما يكون عندك اكثر من من ممثل، لما يكون عندك 30 ممثل بمسلسل بدك تعرفي تتعاملي مع الكل، لان مش الكل بيفكروا بنفس الطريقه. فهون كمان في بسيكولوجي وطريقة تعاطي إذا بدك مع الآخر لازم تكتسبيها كمان غير عن شغلك، لأن هي اللي رح تقدر تخليك بعلاقة منيحة مع المسلسل صحيح. مع الممثل كل تلت فترة المسلسل، وإلا ما بيمشي الحال يعني. لما تكون عم تصوري كل يوم على 3 أشهر 4 أشهر مع ممثل لازم تحافظ على هيدا العلاقة الحلوة، وكتر خير الله ممكن يتجدد العمل معه بمسلسلات 100% وكتر خير الله دائما يعني ما كان في مشاكل وهيك، بحاول قد ما في يكون فريندلي واجمالا بنكون عن جد اصحاب يعني. حلو، بكل مهنه في دخلاء، حتى بعالم الستيليزم ايضا في كل واحد صار بيسمي حاله ستايلست. شو اللي بيميزك انت عن غيرك؟ شو اللي بيميز ذا جود ستايلست من باد ستايلست؟ هلا مبدئيا انا بعدني مبلش جديد يعني، كتر خير الله صار لي سنتين عم بشتغل وماشي اون ذا رايت تراك اذا بدك. بس شغلي هو اللي بميزني، ولما انطلب من بروجكت للتاني اذا بدك هيدا هو اللي بدل انه شغلي نظيف حلو، الممثلين يكونوا مرتاحين معي كمان بنفس الوقت، وانك تكون بروفيشنال كمان توصل على الوقت. وهو لما تشتغلي مع شركه ويرجعوا يطلبوك كرمال بروجكت تاني هيدا الشيء بدل انه حبوا التعامل معك، حبوا الشغل، وكتر خير الله اجمالا دائما عم برجع اشتغل مع شركات تانية. حكيت عن الراحه، بعرف انه في وحده تعبتك كثير اسمها نانسي ياسين، خبرنا. نانسي اشتغلت معها تقريبا مسلسل الوحش. مسلسل الوحش هو كان تاني مسلسل تقريبا بشتغله، بس اول مسلسل بستلمه لحالي كستايلست وارت دايركتور. نانسي لذيذه كثير، بس مثل كل البنات يعني بحبوا يطلعوا حلوين وهيك، وهي اصلا حلوه نانسي ما بدها شيء يعني. بس لا ما تعبتني، بالعكس بحبها كثير لنانسي. طبعاً اليوم كمان جورج، شو اكثر عمل اشتغلته وحبيت هالتجربه اللي خطه؟ صراحة هو أكتر عمل ما بنساه بحياتي، وهو اللي عن جد تعلمت منه وفهمت شو يعني شغل بالميديا، هو فوازير. إيه لأنه فارس. صعب صعب كتير. أول شيء تحية للمخرج الله يرحمه يحيى سعادة، هو اللي إذا بدك بلشت معه كمان بالشركة بأوفر بيروت. ما كان عندي فكرة أبدا عن الدومين شو هو، كنت بس بحب وشاغل أوريدي بالتياب قبل. فهيدا اذا بدك البروجكت هو اكثر بروجكت انا ما بيروح من راسي، لان دائما
لما عوز شغلة بتذكر قصص شفتها قديمة عم تنعمل، مش أنا عملتها بإيدي وهلأ عم جرب أعملها أرجع عن جديد. وكان الانطلاقة كمان لألك، هيدا اللي ساعدك وكان أكثر. انطلاقة لأن من الفوازير كان عندي كونتاكت مع كذا شخص اشتغلت معهم بوقت لاحق بأعمال تانية، فهو كمان اذا بدك فتح لي مجال كتير. مع عالم تاني كمان اشتغل وهيك، واكيد ما بنسى هذا الفضل ابدا يعني اكسلون. شو في عنا هيك مشاريع اكسايتنج؟ هلا ليتلي صورت كليبين مع رندا العالم، كليب نزل لزياد برجيم واحترتك الغنيه اسمها ستايلينج انا، وفي كليب تاني لفنانه اسمها رشا تاني غنية لها كمان، عاملين شغل كتير حلو لأن كتير دانس الجو تبع الميوزك فيديو، وكنا شوي هيك كرياتيف وجنين شوي بالميوزك فيديو، إن شاء الله بينزل قريبا كمان. وهلأ عم بشتغل مع Overwhelming بيروت ضمن الارت دايركشن تيم على مسلسل لهيفا نالا راد، رح ينزل بشهر رمضان، بلشنا تصوير ورح رح نرجع نكمل كمان بعشر شهر نالا راد. اكسلون جورج، رح نطلب منك الكلمة الأخيرة، لكن خلونا نشوف مين المحظوظين اليوم اللي رح يفوزوا بالهديتين اللي بنتقدمت الأكسسوار ديزاينر ليالا. فوالا هير وي جو، كادو. وين الكادو الثاني؟ واحد للاثنين ولا كل واحدة عندها كادو؟ يلا بنعطي الكادو الثاني، مبروك. هيدا حلق أكسسوار بيوتيفول. عاملين كيو، اوكي. طيب الثاني كمان، فوالا هيدا الكادو للدموزيل. ميرسي بوكو والف الف مبروك للصبايا، وثانك يو لليالا. بنرجع لضيفنا من جديد جورج، ميرسي بوكو لوجودك معنا، بالتوفيق لك ولكل اعمالك. و نيكست تايم هيك بنشوفه بعمل اكبر واضخم ان شاء الله، اكيد على مستوى عالمي ان شاء الله. يستاهل. ميرسي بوكو. ميرسي كثير ثانك يو لك. رح نروح على فاصل، من بعده راجعين لنكفي ببيروت، ما تروحوش بعيد. للسيدات اللي قاعدين بالبيت حابين يعرفوا تفاصيل عن عالم الخياطه، انا بعرف انه في ساشا دحدوح بدها تفتح اتوبيه عندها بالبيت. بس خياطه، انا بحب حياكه الصوف. اوكي. تعلمتها قبل بس صعبه كثير. ايه بتفاجئ، انا كل يوم عم بكتشف شيء جديد عن جد. ايه جربتها هون حدنا ب وهيك انا بحب بس ما عاد كفيت فيها، ما كان كثير عندي وقت. ايه فيري نايس. طيب اذا حابين تعرفوا تفاصيل اكثر خليكم معنا بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومع فقرتنا ومنوعاتنا مشاهدينا الكرام، هذه صار لي زمان بال 1970 يمكن. ايه اكيد. كيفكم؟ ان شاء الله مرتاحين ومستمتعين بكل ما قدمناه لكم اليوم. مثل ما ذكرت انا وساشوشتي قبل الفصل، للي حابين يحترفوا مهنه الخياطه في اماكن مخصصه، اذا كنتم ببيروت رح نعطيكم عنوان كثير كثير مميز. ضيفتنا تعطي دروس خاصه للخياطه، اهلا وسهلا بسابغينا سيزاري. هلو هلو، بونجور. سافا؟ سافا بيان ميرسي. وي ضيفتي اكيد فرنسيه، رح تحكي فرنسي وانا رح احاول اترجم قدر الامكان إجاباتها. سابرينا، qu'est-ce qui vous ramène dans ce pays merveilleux, le Liban ? Eh bien, l'amour du Liban. Tout simplement, oui, l'amour du Liban. J'aime beaucoup ce pays. J'ai fait une mission de quelques mois au départ pour un styliste libanais. D'accord. Et au final, je suis revenue et je suis pas repartie. Ah bah super. Ça me dérive. Tu l'as déjà vu à l'Oubrien. هي جاءت فقط لبعض الأشهر في دورة مع أحد المصممين المعروفين ووقعت في حب هذا البلد وقعدت فيه. ألو، كومون سكا ايتي لو ديبي افيك لو ميتيي دو كوتور؟ En fait, j'ai été plongée dedans depuis que je suis née, puisque ma grand-mère est styliste et ma mère est créateur de robes de mariée en France. Très bien, super, très bien. Donc, كيف بدأت عالم الخياطة؟ بتقول بأنه منذ الصغر، لأنه والدتها كانت بتصمم وأيضا حتى الجدة. Alors, ces cours qui se passent comment? Comment que c'est venu l'idée au fait de donner des cours? En fait, l'idée, le concept, c'est existé déjà avant. D'accord. Une autre prof donnait des cours et elle a quitté le pays. Donc, une des élèves, qui est une amie à moi, m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait de reprendre les cours.
سوبر. دونك الفكره جاءت انه كان في اوريدي وحده بتدرس الخياطه بلبنان بالمكان اللي هي كانت قاعده فيه، وبعدما غادرت هذه السيده طلبت منها احدى الزميلات وصديقاتها بانه هي تقوم بهذه الخطوه وتقدم على انها تقدم دروس في الخياطه، ووافقت. الوغ سي Les classes, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comment que ça commence? En fait, si on est débutante, on commence par 3 heures où on apprend les bases de la couture. D'accord. On fait à ce moment-là une petite pochette pour repartir avec un petit souvenir du premier cours. Et après, on commence par des choses simples, un t-shirt, un tube, quelque chose de basique, exactement. D'accord. Et après, on continue par... elles choisissent ce qu'elles ont envie de faire et je les aide à réaliser leurs envies. Super, super. Donc, les habines ou les habites يتعلموا بيكون الدروس الأولى البدائية بثلاث ساعات فقط. في خلال هذه الثلاث ساعات يقوموا بتنفيذ سواء بوشات صغيرة، تي شيرت، أساسيات في عالم الخياطة، ومن بعدها تتطور الأشياء شيئا فشيئا. زميلتنا جويس الهاشم راحت زارت وتابعت درسا خاصا مع سابرينا. خلونا نشوف مع بعض إيش كان بهذا التقرير وكيف كان ظروف وأجواء أول درس للزميلة جويس الهاشم. Bienvenue chez moi et chez Pose Couture. Aujourd'hui, je vous propose un programme spécial base en couture, spécialement pour Bi Beyrout. I just love fashion. Donc maintenant que les élèves se sont habitués à coudre un peu à la machine, le premier projet qu'elles vont faire, c'est cette petite pochette-là qui va leur permettre de s'habituer davantage à la machine à coudre et en même temps partir avec un petit souvenir de leur premier cours de couture. Débutantes ont fait cette pochette, elles font un t-shirt et après je leur donne un certificat comme quoi elles ont eu les bases en couture. Ah, ok, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, je fais ça. Merci à toi. Pareillement. Je crois que c'est un joli sentiment quand quelqu'un sort de son cours oui, et il a son petit projet avec lui, c'est le premier bébé, c'est lui qui a fait ça, voilà. شعور كثير حلو لما الواحد يطلع من اول درس ومعه شيء اوريدي هو اللي انجزه. Donc il y a combien de cours par semaine que les gens doivent prendre? En fait, en général, elles viennent une fois par semaine, c'est suffisant. Parfois, elles viennent deux fois. Bon, après, c'est illimité, elles peuvent venir autant de fois qu'elles veulent, mais en général, elles viennent une fois par semaine. Il y a beaucoup qui sont intéressés, il y a beaucoup de gens qui sont J'ai beaucoup de demandes, j'ai commencé seulement depuis 3 mois, mais j'ai de plus en plus de demandes. Ouais. Il y a combien de personnes dans un cours? Je prends maximum 5 personnes. 5 personnes. Pour avoir l'attention pour tout le monde. Ah bah super. في سؤالي لضيفتي انه قديش الوحده ممكن تاخذ دروس بالاسبوع؟ قالت انه يمكن درس بالاسبوع بكافي، اذا الناس محتاجه الى ساعات زياده بياخذوا ساعات زياده. وفي عدد الاشخاص اللي بيكونوا بالصف الواحد قالت 5 اشخاص عشان تاخذ وقتها معهم وتاخذ رياحتها بالتدريس وتعليمهم كل الخصوصيات. سي فاسيل ديكزيكوتي دي بيس ابخي 2-3 mois par exemple؟ Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, en ayant une bonne prof, oui.
Dans tous les cas, elles viennent toutes avec l'appréhension en me disant « Oui, je ne sais pas coudre, je n'ai jamais utilisé une machine, tu verras, je ne sais rien faire. Mm-hmm. » Et au final, elles sont toutes surprises de voir qu'elles sont largement capables de faire quelque chose de très bien avec leurs mains. Ah bah super, super, super. Donc, Sabrina, tu dis que toutes les femmes qui viennent, à l'avant, ne sont pas d'accord avec eux, ne savent pas quelque chose, ne savent pas la machine, ou la chute, ou la haïda. Mais après 2-3 mois, ils se réjouissent qu'ils deviennent, ils deviennent, ils deviennent, ils deviennent, والخاصة فيهم. Qu'est-ce que ça ajoute à la personne quand on fait ce métier, quand on réalise ses propres pièces? Disons que c'est pour mes élèves, c'est plus une satisfaction personnelle de voir qu'elles sont capables de réaliser quelque chose et elles voient après elles voient l'événement différemment. Il y en a beaucoup qui me disent maintenant quand je vois quelque chose, je vois les finitions, les détails, ce qui a été réalisé, alors qu'avant je voyais juste un événement. Et donc c'est surtout la satisfaction de faire quelque quand chose. Ils vont acheter, quand elles choisissent leurs habits, elles savent exactement la pièce qui est bien. Je pense qu'elles deviennent plus exigeantes aussi. Plus exigeantes, tout à fait, tout à fait. Sabrina, tu dis l'adaptation qui peut ajouter à l'un quand il apprend la khiyata, c'est qu'il devient عنده درايه اكثر او بيصير بيعرف الخصوصيات واختياراته بتصعب لما يروح بيشتري اي قطعه بيصير هو بيدقق فيها وبيعرف اذا شيء معمول بحرفيه وبتقنيه وشيء يمكن يتعمل بطريقه غير. Quels sont vos projets dans le futur? Vous allez rester au Liban, vous allez développer ce concept? Voilà, dans un futur proche, j'aimerais bien ouvrir des cours de dessin de mode et des cours de patron, c'est-à-dire la base pour réaliser après l'événement en couture. Ce qui est avant, en fait, permet d'avoir un cours qui se fait du début jusqu'à la fin d'un événement, du dessin jusqu'à la fin du. Ah bah super. Donc, في مشاريع المستقبلية بتحب أن تطور هذا الكونسبت هذا المال الورشة إلى أنه بيكون مشروع كامل تاخده إلى مستويات أخرى أكبر أنه تاخد الشيء من هو رسمة بيوصل إلى أنه يتنفذ بالكامل. Vous avez mentionné que vous avez déjà travaillé avec des stylistes libanais. Est-ce qu'on peut citer quelques noms? Oui, bien sûr. J'ai commencé avec Milia M, ensuite avec Lala Rose, en créatrice de lingerie. D'accord. Rectangle jaune, les costumes pour hommes. Et plus récemment pour Lola et moi, les petites filles. Voilà, donc il y a des bases d'asma qui ont participé avec Sabrina et qui ont participé dans le tasmim de la dour Azia. ضيفتنا ميليا أم كانت عندنا كذا مرة واستضفناها وتعرفنا على تشكيلتها. Des adresses au Liban que vous proposez aux gens qui viennent ici à Beyrouth, des restos, des endroits sympas pour visiter? Oui, il y en aurait plein. Ouais. Mais moi je suis votre préféré? Moi, je suis de Amra, donc j'aime beaucoup Appetito. C'est un petit restaurant italien que je reconseille. Appetitos? Oui. Appetito. Appetito, et c'est où exactement? Près de la rue principale de Amra. OK. Entre la rue de Amra et la rue Magdi. D'accord. Donc, Sabrina, je vais vous donner un nom المفضل في لبنان بشارع الحمراء اسمه Appetito. C'est un مطعم ايطالي. وهي شكلها بتحب المطبخ الايطالي. Sabrina, merci beaucoup d'être merci parmi nous. Vous. Merci. Merci pour cette expérience. Et je suis sûr que Joyce a apprécié, elle a adoré ça. J'espère aussi. Merci. Merci, merci infiniment. شكرا لضيفتي. وقلت لها بأنه أكيد زميلة Joyce استمتعت بهذه التجربة. ضيفنا عزيز وغالي كان موجود في حدث لبناني كبير وان لبنان وكنت شفته بأنه ضيفتنا المميزة اللي كانت معنا من قبل هي اللي كانت طبعا أعلنت عن هذا الحدث اللي جمع فنانين تانيا أسيس والفنانون تبرعوا بالإيفنت بغنائهم بالبرفورمنس تبعهم وأكيد رايح هذه الحفلة رحلة إشياء كتير تخص جمعيات خيرية لكن الهدف من خلاله عنوانه بيقول وان لبنان هو التوحد والحب هذا الوطن أكثر فأكثر. مايك ماسي موجود معنا وراح نستقبله بعد قليل وراح يسمعنا أول أغنية ومعزوفة في برنامج ببيروت اليوم. تفضل. Aman aman aman
لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أو ما بلاحظ أسنى غصن تما حينما وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي بالحب من لوعتي إلا مالي كل شمال إلا مالي كل جمال بالحب من لوعتي إلا مالي كل جمال لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أو ما بلاحظ أسنى غصن ثما حينما الرصيف بلا موسيقى والبحر عالمدينة واقف ناطر يتذكر صوت ولاد كانوا يتمشوا عالطرقات صاروا صور مرسومة ومنسي على الحيطان يا حكاية حلوة بكتاب مبارح طرقاتها تضوي بكل المطارح يا غني منسي يا بيروت مدينة حلمت أطفالها تكبر بقيت تجراني ووحيدي تكبر يا غني مجنوني يا بيروت ريحة ترابك صابون وموني وسلات القش بقيت مجنوني حجارك يا أرض بلادي مليان حكايات أخبارك بقيت بعيوني بكيت تحفر أسرارة وردي ختيارة يا قصة عتيقة يا بيروت يا حكاية حلوة بكتاب مبارح طرقاتها تضوي بكل المطارح يا غني منسي يا بيروت مدينة حلمت أطفال تكبر بقيت ضجراني ووحيدي تسهر يا خبري مجنوني يا بيروت حكيولي عن مدينة كانت يا ريت عيوني ما قدرت قالت رزق الله عأيامك يا بيروت يا بيروت يا بيروت برافو برافو هلو شكر كبير لمايك ميسي رح يكون بضيافتنا باخر فقره لليوم ولكن قبل خلونا ننتقل لبرنامج سيدتي مع الزميله هدى لنتعرف على الفقرات المخصصه والمحضرين لحلقتهم لليوم يسعد لي مساكي هدى
مساء الخير ساشا، وأمسي على بلال بالخير، شلونكم؟ تمام الحمد لله. هدى، هدى خبرينا شو محضرين من فقرات لحلقتكم لليوم؟ اليوم يا ساشا عندنا الكثير من المواضيع، ورح نبداها مع حملة سيدتي لمحاربة السمنة واللي أطلقها موقع ومجلة سيدتي مؤخرا، وبعد بنستطلع أنشطة أسبوع جدة للفنون وخيمة استوديو المبدعين لتعليم الصناعة والفيديوهات الإبداعية عبر الجوال للشباب السعودي، وبنستعرض بعد سويا الاختراعات اللي قدمها المعرض الأول لخدمة المعوقين، وبعد عندنا محطات نسائية بنتحدث عن الأم وعن مهامها المختلفة وكيفية إدارة الوقت لإنجازها بفعالية. طبعا عندنا بعد الكثير من الفقرات والتقارير المنوعة واللي راح يكون فيها شغلات تفيد كل سيدة عربية وخليجية، وأدعو كل مشاهدينا في برنامج ببيروت والبس الفضائية اللبنانية ينضموا لنا على شاشة روتانا خليجية بعد قليل، وبعد برنامجكم مباشرة، وتابعون فقراتنا وإن شاء الله يستفيدون منها. أكيد يا هدى، شكرا لك، وتحياتنا لكل فريق سيدتي، وأكيد بندعو المشاهدين تيون على روتانا خليجية لمتابعة برنامج سيدتي مباشرة بعد انتهاء برنامج ببيروت. اهلا وسهلا بمايك ماسي، شو الاخبار؟ مساء الخير. مساء الخير مايك، كيفكن؟ سافا، انت شو الاخبار؟ انا كثير منيح. قبل ما بلش نحكي بس بدي اقول ميرسي لألان عون يلي رفقني على الكونترباس اليوم. بنحيي لألان. ايه، وشي هيك عملناه حتى نحن نتسلى، سبيسيال حتى نحن نتسلى اكثر، لانه مش كثير بنشوف ناس بتغني هيك صوت وكونترباس. صح. وعمل افور ليغير كثير بالاشياء لحتى يقدر يتناسب. ميرسي لألان. اكيد بنحيي، برافو. اول شيء بعد طازه الاجواء، خبرنا واللبنان كيف كان الاجواء؟ والله شو بدي اقول لك، بعدنا على الغيمه، يعني عم نحكي كلنا مع بعضنا وعاملين هيك جروب عم نتسلى فيه على الفيسبوك، وعم نحكي مع بعضنا كلنا. ما فيني خبرك، بعدنا على الغيمه. عن جد عن جد ما بقدر خبرك عن الشعور يلي حسيناه اول ما اول شيء كنا مرعوبين. ايفينمون من هالنوع هالقد كبير في بقلبه 20، هو اكثر من 20 يعني، بس نحن حطيناه هون 20 لما يضحكوا علينا. اكثر من 20 بكثير فنان وعلى جميع الانواع، يعني ممثلين ويمكن مذيعين، نجوم بارزه، سيلبرتيز اكثر. ما فيني خبرك الشعور لما طلعنا على المسرح وطلعنا بهالناس، يعني كان في هلا ما بعرف ساعه بشوفهم 4، ساعه بشوفهم 5، ساعه بشوفهم 7، ثانيه قالت لي 7000، شفت ناس حاطين 5000، ناس حاطين 4000، بس على كل حالات شو ما كان العدد كل واحد منهم بيسوى مليون طبعا، لانه صدقوا هيك ايفينمون. بعتقد انه صعب بهيك ظروف تصدق flare of hope، يعني بمطرح، لأنه بيع الحكي قد ما بدك صار بالعالم العربي. ولما كمان نرجع نخبرهم أنه بدنا نرجع نعمل party for peace، منه كتير دايما شيء بيتصدق. ما فيني خبرك، حتى أنا يمكن مني وجر أنه إيه، بس أنه شو بدنا، أنه شو بده يضيف. لا، أنا حقيقة نهار الإيفينمون لما شفت رياكسيون الناس فهمت قديه هن كانوا بحاجة لهالإيفينمون وبحاجة لهالكونسرت، وخاصة أنه هو متوجه كمان لجيل الشباب الصغار يلي كنت عم شوفهم، يلي عن جد ما عندهم تربية مدنية، يلي عن جد ما عم بيشوفوا إلا أغلاطنا نحنا يلي مرقنا فيهم. وبليز بليز 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 ما تكرروا أغلاطنا عن جد. مايك، شو كانت الأغاني اللي أنت غنيتها وأديتها؟ و أكيد عرفنا، إيه عرفنا أجواء الحفل كيف كان، والتحضيرات، حطنا شوي بالأجواء لأنه كنتوا مجموعة من الفنانين مع بعض بهالحفل وان لبنان. مزبوط. أول شيء بدي أقول مرسي لتانيا أسيسي اللي اشتغلت على العمل، أنا سميتها إيفيتا بيرون تبع لبنان، لأنه حقيقة عن جد حقيقة، لأنه أنا شخصيا يمكن ما كنت قدرت أعمل هيدا الشيء كله، عن جد بده بطلي بالنسبة لأنه واحد يعمل إيفن ما من هالنوع، منا هينة، بده شطارة، بده كونكشنز، وبده قوة. يعني انا بقول لك كيف لك جلاده تعملي كل هول وتغني فوق، يعني فوق الخبريه تغني، بقى مش هين، يعني عن جد شابو تانيا لهالموضوع. تاني شيء ميرسي لانه دعيوني يكون معهم بهيدا، ولقيوا انه يمكن بقدر زيد شيء، بقى انبسطت. الناس شافوا اغلبيتنا عم نغني، اغلبيتنا عم نغني ريبرتوار ما قلنا بالعاده نغنيه.
انا شخصيا يمكن صار لي زمان كثير مش مغنى هذا الريبرتوار الغنان الفرنسيه بقى غنيت بالفرنسي. شاركت على المسرح مع انطوني توما ومع الين لحود يلي هن بحبهم كثير. انطوني ما كنت بعرفه من قبل بس حقيقه كثير انبسطت فيه على الصعيد الانساني غير انه طبعا فنان كثير موهوب. الين صديقتي ما فيني خبرك يعني شهادتي مجروحه بس كمان عم بتعلم منها كثير. كان كتير حلو وعملت غنية ما سمعت لا بس عم بسأل على ساشا انه وعملت غنية كمان على المسرح مع تانيا مع تانيا أسيس غليت عم بحلمك يا حلم يا لبنان يلي بتغنيها السيدة ماجدة الرومي. كان كتير حلو كمان الفيديو وكتير انبسطت يعني غنيت مع أنتوني ومع ألين ومع أخته لأنتوني روكسان صوتها كتير حلو مع انه كانت تستحي تغني مش معقول شو حلو صوتها ما فيني اقول لك قول لي قد ايه حلو صوتها. بقى كان كثير كثير لذيذ هالشيء وانا شخصيا كان عم بنط قلبي من مطرحه صرت نط على المسرح. كثير تغير تفكيرك قبل ما تشارك بالايفنت يعني كنت عم تقول انه شو راح يغير وان لبنان هالحدث ايه مزبوط انا ما كنت مش انه ما كنت قبضه جد كنت عم بعمل دوفواري مثل ما لازم بصراحه بس انه تشوف هالاكسبكتيشنز انه انا انه اوكي بارتي فور بيس اند ذن بس لا عن جد شفت قديش لانه بلشت مني لما انا بلشت شوف الايفينمون انه التغيير ببلش مني انا مش بالوعظ يعني مش قصة وعظ يعني ما هي مش قصة وعظ انا ضد اول شيء انا ضد انه نجمع الاديان والاحزاب وما بعرف شو انا بالعكس انا بالنسبه لي هيدا بارتي فور بيس ما فيها اديان وما فيها احزاب وما فيها اي شيء بيسبب مشاكل بالعالم يعني انا هول الاشياء بالنسبه لي هيدي قناعاتي. بقى انا مشاركتي بهالايفينمون بلاقيها اكزرسيس انا عملته لحالي لحتى اقدر اتشارك مع فنانين يمكن انا ولا مره بحياتي تشاركت معهم او فكرت اتشارك معهم غني لانه يمكن نوع الموسيقى كتير مختلف. هن ما بحبوا اللي انا بعمله وانا يمكن ما كتير بعرفه او ما بيعني لي اللي بعمله. قد ايه بدك منك تكسر من الايجو تبعك لحتى تقدر تغني وتتشارك على المسرح بلا ما تكبر راس وتكبر الخس براسك. ونحن بنعرف قديش هالثقافه مش موجوده عندنا بالوطن العربي 100% هالشيء مش موجود يعني هي ماخوذ من اذا بدك ليزانفواري اللي بيعمل بفرنسا مش معمول بالعالم العربي لما بيزبط صح. انا كل وقت الا لتانيا ما رح يزبط وفات زبط يعني ربحت الشرط حلو. مثل ما على فكرة أنا وقالين حاطين شرط بس ما فيني أخبركم على شو وربحاني شوكولا بعدها قلك معي شوكولا هلأ في ألبوم كمان جديد عم تتحضر له مايك بمنتصف هالسنة إذا الله راد شو راح يضم الألبوم من أغاني ونفس ستايل اللي عودتنا عليه أو مختلف عم بتنوع؟ أول شيء في اثنين ألبومز مش ألبوم واحد. أوكي. ألبوم بيشبه شوي مش إنه مثله بس بيشبه شوي يا زمان يلي أول ألبوم لإلي. إذا بدك من نفس الكاتيجوري أو جانر دو ميوزيك. في غنانة بعد هيك أنا متحدى فيها حالي أكثر. وشاغل على الناحية شاغل على حالي يعني I'd better اشتغل على حالي يعني أحسن ما حرام مش بضحك أكيد بقى مجرب اشتغل أكتر على الكلمة مجرب اشتغل أكتر على التوزيع بهذا السدي على اللحن أكيد بس انه بضل بنطاق الجانر الموسيقال يلي تقريبا سميلة انه سمعته ما بقى رح تستغرب كتير. هلا الالبوم الثاني يلي ما له علاقه بهيدا كمان ما راح يكون في فتره زمنيه كثير طويله بيناتهم راح يكون مع ساري وعياد خليفه يلي هن اولاد خيو للاستاذ الكبير مارسيل العائله الفنيه كبيرة الفظيعين بسميهم بالدم يعني الفن عندهم. بقى عم نحضر ألبوم سوا هالمرة عن جد كتير ما له علاقة باللي أنا عامله ولا بالموجود. في بقلبه مزيج من الموسيقى القرون الوسطى في بقلبه جاز في بقلبه كونتمبرري في بقلبه شرقي ورح يسمعون الناس عم غني ريبرتوار عن جد مش متوقعين يسمعوا بصوتي مثل ما هلا يمكن غنيت لما بدا يتثنى كمان في كثير ناس مش سمعتها يمكن مني او ما بتعرف انه بغني هالانواع الموسيقيه وغير ستايل غنيت بالغاري كمان هلا عم نسمع عم نشوف حاطين التريلر بالغاري مزبوط كان سهل عليك تتعلم اللغه
مش كتير، بس نحن يمكن جفتد بمطرح لغتنا العربية بتساعدنا، وبتساعدنا نقدر نلفظ أغلبية لغتنا، بنقدر نلفظ كتير أحرف. بقى كان نوعا ما اللفظ منيح، يعني ما كان عندي صعوبة باللفظ، بس أكيد واحد يحفظ الكلمات ما كان شيء كتير هين. أكيد خاصة كان عندي باساج تلفزيون، يعني على التلفزيون البلغاري كان تحدي هيدا. مش هيني وعم يحكوا بلغاري وعم بعمل حالي عم بفهم، اهم شيء مش انه فهمت، عم تعمل عم حالي اكيد مع هيك سرير عم بقول يمكن عم بيسبولي ما بعرف. على كل حال انت دايما هيك بوزيتيف انرجي دايما بتتمتع فيها، لو بعد مش شايف مش شايفتيني عم عصب وجهك ثاني قال شايفتيني معصب لحديت هلا انا بعرفك مبسوط. مايك غير الالبومز اللي بنتحضر لهم، في الحان كمان لغير فنانين ممكن يشوفوا النور بهالسنه كمان؟ ايه السنه عم بشتغل اشياء لناس معروفه ولناس بعد مش معروفه، بس رح تنعرف عندي. عم عطيت لحنين لمكادي نحاس مغنيه اردنيه حبيبه قلبي. يا لهوي شو بعمل بقول لها صوت ولا اروع جنن. مكادي كتبت لها غنيتين كثير مبسوط بهذا الشيء كمان. عم بشتغل مع سيفين ابيعاد، بعد ما حدا بيعرفها بس او في ناس يمكن قليل بيعرفوها، بس شغلين كمان على سي دي جديد. رح يكون في عندي توزيع لحدا ما بدي اقول اسمه، ورح يعني عم بشتغل هيك بعمل كولابوراسيون قد ما فيني وقد ما وقت بيسمح لي وقد ما بحمسني البروجي، لانه مش دائما بتحمس. تخبيا هيدا المود الفني الواحد لازم يكون فعلا دون ليسبري تاع لا كرياسيون. مايك ميرسي بوكو لوجودك معنا، دائما بنتشرف فنان مميز وشامل مثلك بيكون موجود بأحداث فنية سواء خاصة فيه أو من ورائها هدف إنساني أو اجتماعي أو وطني، هيدا الشيء كتير حلو. تحية لك ولكل الفنانين اللي كانوا معكم. مرسي مرسي، وتحية لكل اللي كانوا معي بوان لبنان، ومن عادة هلأ عم شجعها تعمل وورلد تور بهيدا الوان لبنان، وبدي أدعي كل الناس اللي حابين يحضروا كونسرت لإلي. رح كون أنا بواشنطن دي سي بسبعة مارتش بسبكترم ثياتر. بقى فيكم تفوتوا على الأوفيشال فيسبوك بيج وتتابعوا الإيفنمان لحتى أشوفكم هناك. نوتد، ميرسي بوكو مايك، ثانك يو سو ماتش، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة لساعتين ونص من الزمن. إن شاء الله غدا راح نكونوا في الموعد، فكونوا أيضا معنا، انتبهوا لي على حالكم وشوفكم غدا إن شاء الله. تبقوا على خير، وجوه الخير، باي باي، ميرسي.